اوكي يا شباب، محاضرتنا عن السيكوينشال لوجيك ديزاين. هنتكلم في الاول ونقول ايه هو السيكوينشال لوجيك سيت وايه الفرق بينه وبين الكومبيناشنال لوجيك سيت. بيزيكلي كده يا شباب، حضراتكم اخدتوا قبل كده الكومبيناشنال لوجيك سيركت. الكومبيناشنال ده كان بيشتغل ازاي؟ كنت بقول مثلا لو انا عندي سيركت زي كده، ليها دخل اكس وليها خارج واي، وهي كانت كومبينيشن لوجيك سيركت، يعني فيها اند واور وناند ونور ومالتيبلكسر ودي مالتيبلكسر وادر وملتبلاير والحاجات دي كلها. كان ليها ميزه مهمه قوي، او مش ميزه، خاصيه مهمه قوي، ان الخارج بتاعها عند زمن تي بيبقى يعتمد فانكشن في ايه؟ في الدخل بتاعها عند نفس الزمن تي. يبقى ايه؟ يبقى انا لو دخلت دخل حالي هيطلع لي خارج. طب الخارج الجديد هيعتمد على الدخل الجديد فقط لا غير، يبقى كل خارج بيعتمد على الدخل بتاعه عند نفس اللحظه. اوكي، ده الكومبيناشنال. امال الفرق بينه وبين السيكوينشال ايه؟ قال لك السيكوينشال ده زي ما هناخد كمان شويه، هو عباره عن ايه؟ لاتش، فليب فلوب، انواعها اس ار او ار اس زي ما تنطقها مش فارقه، اس داش ار داش، دي فليب فلوب، تي فليب فلوب، حتى ايفن لو هنتكلم على الجي كي فليب فلوب اللي احنا مش هندرسه في الكورس بتاعنا مش فارقه. بقول هو بيبقى له دخل وبيبقى له خارج. الوظيفه دلوقتي بقى الخارج بتاعه عند اللحظه تي بيعتمد على الدخل بتاعه عند اللحظه تي وعند اللحظه تي ناقص واحد وعند اللحظه تي ناقص اتنين and so on. يبقى الخارج بتاعه يا شباب عند زمن معين بيعتمد على ايه؟ على الدخل بتاعه عند نفس الزمن وعند اللحظات السابقه كلها. يبقى بيقدر يشيل معاه الايه؟ حاجه اسمها الهيستوري، حاجه بيخزن فيه القيم السابقه، او بيقدر يعرف البيهيفير بتاع الدخل ده قبل كده ايه، وله تاثير في الخارج بتاعه. يبقى ده الاختلاف ما بين مين يا شباب؟ ما بين الكومبيناشنال والسيكوينشال. يبقى بنقول دلوقتي ان السيكوينشال لوجيك سيركت عباره عن ايه؟ عباره عن دوائر خارجها بيعتمد مش بس على الدخل الحالي، لا ده كمان على جميع الدخول السابقه بتاعته، جميع القيم السابقه، الباست سيكونس اوف انبوتس. اوكي، حد عنده مشكله يا شباب؟ حد عنده مشكله دكتور؟ عامل زي الذاكره كده. ما هو ده السيكوينشال، ده وظيفته انه بيقدر يخزن. الكومبيناشنال ده في كلمه كده بتفسر البيهيفير بتاعه اسمها ميموري ليس. ميموري ليس يعني ايه؟ ما فيهوش ذاكره، ما اقدرش اخزن فيه حاجه، ما اقدرش احتفظ بيه حاجه. انما اول ما نتكلم على السيكوينشال يبقى انا بتكلم على الجزء بتاع التخزين. اوكي، وهنعرف دلوقتي ازاي نعمل بيت ستورج وابلكيشن عليه اللي هو الريجستر. عشان كده انا اخترت لكم الريجستر عشان يبقى ابلكيشن على التخزين. اوكي، اوكي يا شباب. طيب جميل جدا. بنقول دلوقتي ان الخارج بتاع الدايره بقول عليها ستيت، والستيت ده بيعتمد على الدخل وعلى الدخل السابق او على الستيتس السابقه. ما هو الستيت السابقه كانت بتعتمد على الدخل اللي قبله، صح؟ يبقى الخارج، يا اما حضرتك تقولها ان الخارج الحالي يعتمد على الدخل وجميع قيم الخارج السابقه، يا اما تقول لي ان الخارج الحالي بيعتمد على الدخل وجميع قيم الدخل السابقه. ما هي هي. طيب عادة الستيت دي او الخارج بتاع الدايره دي بتتغير امتى؟ قال لك بتتغير نتيجه لان حضرتك عندك كلوك، عندك كلوك بفريكونس معين بتتغير بيريودكلي، او بتتغير في اوقات معينه الكلوك بتبقى فيها هاي او بتبقى فيها لو، وده اللي هندرسه مع بعض. اوكي، طيب الكلوك ده شكلها عباره عن ايه؟ عباره عن بريودك سيجنال. لو هنشوفها سيجنال فيها الجزء هاي وفيها الجزء لو.
يبقى ده الزمن بتاع الكلوك لما كان هاي، الزمن بتاع الكلوك لما كان لو، كلهم على بعض لما اجمعهم على بعض يبقى ده الزمن الدوري، صح يا شباب؟ اللي هو مقلوبه عبارة عن الايه؟ الفريكونسي بتاعه، الفريكونسي بتاع السيجنال دي. طيب في عندي كمان سبيكس كده لاي سيجنال اسمها ديوتي سايكل. ديوتي سايكل عبارة عن ايه؟ عبارة عن نسبة الهاي على نسبة الزمن الكلي للبريودك تايم كان كام؟ التي هاي على التي بريودك كان كام بالظبط؟ مش فارق معايا، أنا اللي يفرق معايا في الكلوك حاجة، إمتى هو هاي؟ إمتى هو لو؟ لو أنا هشتغل سيجنال، وهنلاحظ إن لو هشتغل سيجنال زي كده بيبقى فيها مشاكل. ده في حالة ال أول نوع من أنواع السيكونشال لوجيكس اللي هي اسمها اللاتش، وهنلاقي ان فيها مشاكل. فقال لك خلاص هنشتغل على الايدج. الايدج يعني ايه؟ امتى الكلوك بتاعتي تتغير من لو تبقى هاي؟ هنا، يبقى دي اسمها رايزنج ايدج، انا اشتغل هنا. امتى تتغير من هاي للو؟ يبقى دي اسمها فولينج ايدج، بوزيتيف ايدج او نيجاتيف ايدج، رايزنج ايدج او فولينج ايدج. ففي دوائر بتقول انا هشتغل على طول عند البوزيتيف ايدج بس، خلاص كل ما يجي لي بوزيتيف ايدج اشتغل، كل ما يجي لي بوزيتيف ايدج اشتغل، كل ما يجي لي بوزيتيف ايدج اشتغل. دوائر ثانيه تقول لك لا، انا هشتغل عند النيجاتيف ايدج، هشتغل عند النيجاتيف ايدج. ما ينفعش دايره يا شباب تبقى شغاله بوزيتيف ونيجاتيف مع بعض، اوكي؟ الدوائر، الدايره بتاعتك هي تشتغل كلها بوزيتيف ايدج، هي تشتغل كلها ايه؟ نيجاتيف ايدج، اوكي؟ وهنشوف الكلام ده دلوقتي. يبقى احنا ما بيفرقش معانا قوي حكايه السبيكس بتاعت الكلوك في المسائل بتاعتنا. تعال ناخد اول سيركت من السيركت بتاعت السيكونشال. بقول عندنا يا شباب انفرتر فوق وانفرتر تحت. خدت خارج الانفرتر الاولاني، خدته وصلته على ايه؟ على داخل الانفرتر اللي تحت، وخارج الانفرتر الثاني وصلته على داخل الانفرتر اللي فوق. اوكي حضرتك كده عملت ايه؟ قلت ان قيمه الفي انبوت 1 هي هياها قيمه الفي اوتبوت 2، وقلت ان قيمه الفي انبوت 2 هي هياها قيمه الفي اوتبوت 1، صح ولا لا؟ عشان موصلها بنفس السلك. اللي انا عملته ده اخد خارج وارجع على الداخل اسمه فيدباك. يبقى دلوقتي بمجرد ما هيبقى فيه فيدباك عندك، انا متوقع ايه اللي بيحصل؟ هقول لك حالا ايه اللي بيحصل وايه لازمه الفيدباك ده. بقول فرضا ان في هنا قيمه 1، الواحد ده هيجي يدخل هنا يعدي على الانفرتر يتقلب يبقى صفر، يطلع الصفر فوق يعدي على الانفرتر يتقلب يبقى 1، فال1 يبقى 0 وال0 يبقى 1، الواحد يبقى صفر والصفر يبقى 1. يبقى حضرتك قدرت تعمل ايه دلوقتي؟ قدرت تخزن قيمه 1 فوق وقيمه 0 تحت. يبقى اول دايره بتقدر تخزن فيها اسمها ايه؟ اسم الدايره دي اسمها باي ستيبل، باي ستيبل سيركت. الباي ستيبل ده معناها ايه؟ معناها فرضا لو في هنا قيمه صفر، صفر تيجي تدخل في الفيدباك هنا بزيرو يتقلب يبقى واحد، يطلع فوق بواحد يتقلب يبقى صفر. يبقى ستيل على طول هخزن فوق صفر وهخزن تحت ايه؟ واحد. يبقى دي دايره بتمكنك من عمليه تخزين لقيم، الكيو يبقى عليها قيمه، والكيو اندرسكور ال دي او هنقول عليها بعد كده كيو داش، يبقى عليها معكوس القيمه. على طول يا شباب الدوائر بتاعتنا بتاعت السيكوينشال الكيو والكيو ال عكس بعض، علشان كده سميتها كيو داش، نفي الكيو. اوكي؟ طيب الدايره دي ليها ميزه؟ ايوه. بتقدر تعمل بيها ايه؟ بتقدر تعمل بيها عمليه تخزين. ليها عيب؟ قال لك اه، الحاجه اللي بخزنها ماليش اي سيطره عليها، ماليش اي دخل. اتفضل قول. اتفضل يا شمس، في سؤال؟
طيب تاني، الحاجة اللي بخزنها يا شباب برضه هخزن هنا صفر وهنا واحد، حضرتك ليك أي تحكم على إنك تخلي القيمة دي صفر أو واحد؟ لا طبعا. ليه؟ علشان مفيش إنبوت خارجي لليوزر إنه يقدر من خلاله يحط قيمة يرغم الدايرة إنها تشتغل على بيهيفير معين، الكلام ده ما حصلش. يبقى الدايرة دي بتستخدم للتخزين، آه، بس بتخزن إيه؟ قيمة على مزاجها. أول ما تحط الكهرباء، أول ما توصل الكهرباء بتاعتك، الكيو تاخد قيمة وتعكسها، الكيو ال تاخد قيمة عكسها، بس خلاص خلص. طب وبعدين القيم اللي أنا بخزنها دي المفروض أنا أحب أغيرها بمزاجي. قال لك ما أنت اللي غلطان. ليه أنت اللي غلطان؟ ما حضرتك جايب دايرة، دايرة الإنفرتر دي ليها دخل وحيد. علشان تقدر تخزن لازم توصلها على الفيدباك بتاع خارج قبلها، فالدخل ده انت استغليته على الفيدباك، ما عندكش دخل تاني تاخده بره وبيه تأثر على الدايرة انها تشتغل على مزاجك، ده ما حصلش. فواحد قال لك ايه، خلاص سهلة حلها، ان اروح اجيب دايرة، الدايرة دي البيزك إليمنت اللي جواها مثلا تبقى اند او اور او ناند او نور باتنين انبوت على الاقل. ليه بقى باتنين انبوت على الاقل؟ قال لك علشان خاطر احد الانبوت اوصله على الفيدباك بتاع السلكه اللي تحت، ويبقى عندي انبوت تاني سايب وصريح بيها اقدر ارغم الدايره دي انها تشتغل على مزاجي، انها تخزن قيمه صفر مثلا في الكيو. وبالمثل تحت، احد التو انبوتس اوصله على الفيدباك بتاع الخارج اللي فوق، يبقى كده هقدر اخده معايا في الاعتبار، هقرا الخارج ده وادخله كدخل علشان اطلع الخارج الجديد النكست اوتبوت، ويبقى عندي دخل سايب وصريح بيه اقدر اتحكم في الكيو وفي الكيو ام بمزاجي. حلو الكلام يا شباب؟ يبقى اللي فاتت دي حلوه بس ما كانش ليا تحكم عليها، امال ده ايه؟ قال لك دي حاجه اسمها اس ار، ده اس ار لاتش، عباره عن نور فوق ونور تحت. اوكي، والكيو دي وصلتها على داخل الدايره اللي تحت، وخارج الدايره اللي تحت وصلتها على داخل الدايره اللي فوق، ده الفيدباك بتاعي. وبعدين سهله بقى، اصبر حاضر هقول لك اللي انت عايزه دلوقتي. تعال عايزين نفهم الدايره دي بتشتغل ازاي، وبمجرد ما هنفهمها هقول لك خلاص سيبك من التركيب الداخلي، وانت فهمت الدايره بتشتغل ازاي هنتكلم على شكل البلوك بتاعه بالظبط، هو اللي هنشتغل عليه بعد كده. طيب احنا قلنا ان دي ايه، الكيو صح؟ طب فرضا الاس دي بواحد، ايه اللي بيحصل؟ والار بصفر مثلا، ايه اللي بيحصل؟ قال لك واحد اور مع اي حاجه بكام يا شباب؟ بنفس بواحد، بواحد هيتنفي يبقى ايه؟ صفر. الصفر ده هاخده واطلع فوق علشان ادخله على الدايره اللي فوق، صفر وصفر على اور يطلع صفر، يتنفي يبقى واحد. واحد. قال لك اذا لما الاس بواحد بيخلي لي الكيو بواحد والكيو ان بعكسها، ما هو كيو ان دي على طول عكس اللي فوق، يبقى بيخليني اعمل ست. ست يعني ايه؟ يعني اخلي قيمه الفاريبل بتاعي الرئيسي اللي هو الكيو بواحد، عشان كده سمى ده ايه؟ سماه اس، اختصار لكلمه ست. فقلت دلوقتي ادي اول حاله، هو لو الاس بصفر والاس بواحد والار بصفر بعمل ايه؟ بعمل عمليه ست. ست يعني ايه يا شباب؟ يعني الكيو بواحد والكيو ان على طول بعكسها. حلو الكلام؟ واضحه يا شباب؟ تمام. تعال نقول عكس الحاله دي، لو الار هي اللي بواحد والاس بصفر، ايه اللي بيحصل؟ بروح على الدايره اللي فيها السيجنال بواحد الاول اطبقه. واحد
اور مع اي حاجه وريفر القيمه اللي كانت جايه لي دي كانت كيو ان، مش فارق معايا. واحد اور مع اي حاجه بواحد تتقلب تبقى صفر. الصفر دي تنزل هنا، صفر وصفر على اور بصفر يتقلب يبقى واحد. فقال لك الحاله دي هخلي لك الكيو بصفر والكيو ان بواحد. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا عملت ريست للكيو. لما الارب واحد عايز اعمل وظيفتها، وظيفه السلك ده، فسمى السلك ده ايه؟ سماه ريست. ارست، ارست يعني ايه؟ يعني رجعه للقيمه بتاعته صفر. رست الخارج بصفر، الخارج الرئيسي بصفر، او الاستيت الرئيسيه بصفر، والكيو ان دي عكساها. يبقى انا عندي وظيفتين دلوقتي، وظيفه ست امتى؟ لما الاس بواحد والار بصفر. وظيفه ريست امتى؟ لما الاس هي اللي بصفر والار بايه؟ بواحد. حلو الكلام؟ تعال نشوف الوظيفه اللي فوق دي كمان. الوظيفه اللي فوق امسح بس ده، انا مش عايز اشيل الوظائف اللي مكتوبه. الوظيفه اللي فوق ده بيعمل ست، عايز تعمل ست وخليه بواحد. انا مش هخليه بواحد، هخليه بزيرو، يعني مش عايز اعمل ست. ده بيعمل ريست، عايز تعمل ريست خليه بواحد. قلت له لا انا مش عايز اخليه بواحد، اخليه بزيرو. يعني لا هعمل ست ولا هعمل ريست. معناها هعمل ايه؟ معناها هحتفظ بالكيو اللي قبليه والكيو ان اللي قبليه. مش مصدقني؟ هقول لك تعالى نطبق مع بعض. الكيو اللي هنا دي هتيجي الكيو اور مع صفر بكام؟ اي حاجه اور مع صفر بايه؟ بكيو بنفسها. بكيو هتتقلب تبقى اسمها كيو داش. كيو داش. مش احنا عارفين ان الكيو ان مسمى تاني لها هي هيها كيو داش؟ مش هي عكس اللي فوق؟ عكس يعني ايه؟ يعني داش. يعني بقول له ان الكيو ان الجديده هي اللي قبلها. واضحه؟ اللي مش واضحه بالنسبه له تعالى نطبق اللي تحت. خدت الكيو ان دي وطلعت مع الانبوت صفر، صفر اور مع اي حاجه بايه؟ بالحاجه دي تعدي زي ما هي اللي هي كيو ان. كيو ان تتنفي تبقى اسمها ايه؟ كيو ان داش. انا دلوقتي بجيب النكست كيو، هي عباره عن كيو ان داش. هي في علاقه ما بين الكيو والكيو ان؟ قال لك اه على طول. الكيو ان عبارة عن نفي الكيو، يعني عبارة عن الكيو منفية وهي كان عليها نفي كمان، يبقى عبارة عن الكيو. يبقى النكست كيو هي الكيو اللي قبلها. فقال لك بكل بساطة بقى، بص اصبر بقى، ده بيعمل عملية ريست وده بيعمل عملية ايه؟ ست. لو عايز تعمل سجن، لو عايز تعمل وظيفه معينه روح على السلك بتاعها وخليه بواحد. فقلت له ايه؟ الارب واحد معناها اعمل ريست، راح على الكيو خليها بصفر ودي معكوسها. طب عايز يعمل ست، راح على الست خليها بصفر ودي معكوسها، فراح على راح على الكيو عمل لها ست زي ما انا عايز. طيب لو مش عايز اعمل ست يعني القيمه بصفر ولا عايز اعمل ريست، معنى كده هحتفظ بالقيمه السابقه. الكيو هتبقى اللاست كيو القيمه اللي قبلها، والكيو ان هتبقى القيمه اللي قبلها. الله، بدا يطلع لي ايه؟ بدا يطلع لي الحاجه الجميله اللي انا بحبها فيها هنا، ان هو يقدر يخزن القيمه السابقه لها. عمليه التخزين بدات تطلع اهي، وعمليه ان انا اتحكم في القيمه تبقى بصفر او واحد من خلال الست والريست. يبقى انا بقيت بقدر اتحكم في القيمه اللي بخزنها واقدر اخزنها. امال السلك، امال السيجنال اللي تحت دي؟ والسيجنال اللي تحت دي هي اساس المشاكل بتاعتنا، وكل شويه هنحاول نحل المشكله اللي بتطلع منها.
تمام. لو الاس بواحد معناها ايه؟ يعني 6. انا هرسم الكيو يعني 6، ماشي؟ 6 يعني ايه؟ يعني خلي الكيوب واحد. البي سي واحد. تمام. طب لما الارب واحد معناها ايه؟ يعني ريست، يعني خارج الكيو داش بواحد. يعني خلي الكيوب صفر يعني، صح؟ مظبوط. الاولاني يقول لك لا يا عم والله بواحد انا عايز اعمل ست، الثاني يقول لك لا بصفر، الثاني يقول له لا بواحد، الثاني يقول له لا بصفر، فيتخانقوا مع بعض. فلما يتخانقوا مع بعض في حاله ما بيدخلوا في حاجه اسمها الميتا ستيبل سيستم. الميتا ستيبل ده معناه ان الخارج بتاعك عمال يتذبذب ما بين الصفر والواحد، والخارج ده غلط. اصل منطقي ما ينفعش اعمل ست وريست في نفس الوقت. فاللي بيحصل ايه؟ لو قلت ده بواحد وده بواحد، واحد اور مع اي حاجه بواحد يتقلب يبقى صفر، واحد اور مع اي حاجه بواحد يتقلب يبقى صفر، فالكيو تبقى بايه؟ بصفر، والكيو ان تبقى بصفر. فيتخانقوا يقول لك احنا متعودين ان ده عكس ده. فالاولاني يقول له خلاص هخليها عليا، خليك انت صفر والتاني ابقى انا واحد. اللي فوق يقول له لا والله عليا انا، خليك انت اللي بصفر وانا اللي بواحد. فيلاقوا نفسهم اتغيروا الاتنين بقوا واحد واحد تاني، يقول له لا خلاص خليك انت اللي بواحد وانا اللي ابقى بصفر، تاني يقول لا خليك انت اللي بواحد وانا اللي ابقى بصفر، فالدنيا تبوظ. فدي هازارد ستيت ما بحبش اشتغل فيها. يا تعمل ست يا تعمل ريست يا تعمل لاست كيو لاست كيو ان، انما الحاله اس بواحد وار بواحد دي ما تشتغلش فيها. اوكي، دي حاله مشاكل، وانا مش هوضح لك المشاكل دي بتحصل امتى عشان ما نخشش في الديتيلز اللي احنا هنتجنبها نتيجه لضغط الكورس عندنا يعني. اوكي، فهي دي المشكلة اللي أنا كنت شرحها لكم من شوية. أهو ده بواحد وده بواحد، فاتخانقوا فبقى الكيو بصفر والكيو إن بصفر، اتحركوا بعد كده بقوا بصفر وصفر، ودي الحالة اللي أنا كنت عايز أشرحها لكم. فبدأوا يتخانقوا، أنت بواحد لا أنا بواحد، أنت بواحد لا أنا بواحد، أنت بواحد لا أنا بواحد، دي الميتا ستيبل. وبمجرد ما الإس آر لاتش بيقع فيها ما بيخرجش منها ابدا، وبيبقى السيستم بتاعي باظ، ولازم تطفي الكهرباء عنه وتشغله تاني. شباب انا فهمت السبيكس بتاعتها والبيهيفير بتاعها، حضرتك طالبني بايه يا دكتور؟ مطالبك بانك تعرف حاجه زي كده، ان الشكل ده عباره عن ايه؟ لما له انبوت اس وار وخارج كيو وكيو ان، تعرف ان ده اس ار لاتش. حلو الكلام؟ بس ولو انا طالب منك ترسم اس ار لاتش هترسم لي دي كده وخلاص، ماشي يا شباب؟ يعني سيبك من التركيب الداخلي. الاس ار لاتش ممكن يتكتب بالشكل ده، ان انا عارف ان الكيو عكس الكيو ان، ممكن بدل ما اكتب كيو ان جوه هنا لا اكتب كيو واحط في خارجها نفي، وابقى انا فاهم بقى ان دي هيها نفس السلكه معديالي هنا في شكلها المثبت ومعديالي تحت في شكلها المنفي. اوكي، اعملوا ميوت يا شباب. فالشكل ده تمام، الشكل ده تمام، انما الشكل ده غلط طبعا. ما ينفعش يبقى كيو هنا وكيو ان وعليها نفي، كيو ان وعليها نفي يعني هطلع لك برضه كيو، الشكل ده كده غلط. يا تعمل لي الشكل ده يا تعمل لي الشكل ده. اوكي، تمام. واحد قال لي يا دكتور نعم حضرتك استخدمت هنا نور ونور، ما ينفعش نند. اقول له ينفع اهي، الشكل ده شكل ايه يا شباب؟ لو هتجيب له دي مورجان الاور تبقى اند، ان في الداخل بقى نفي، النفي اثبات، وان في الخارج، يبقى الشكل ده شكل ايه؟ ناند. قال لك بس انت لو عملته ناند مش نور، الدخل الاولاني بتاعك مش هيبقى اس، ده هيبقى اس داش او اس اندرسكور ال، عشان ما تتلخبطش هنسميه اس اندرسكور ال.
حيث ان الاس اندرسكور ال ده بيبقى ايه؟ بيبقى نفي الاس، وهنا مش هيبقى ار، هيبقى ار اندرسكور ال. يعني ايه؟ يعني بقول له لو رحت على السلك ده صفر واحد، لو الاس اندرسكور ال بصفر، معنى كده ان الاس بايه؟ عكسها بايه يا شباب؟ واحد. لو الار اندرسكور ال بواحد، معنى كده ان الار بايه؟ بصفر. لما الاس بواحد والار بصفر، حضرتك بتعمل عمليه ست ولا ريست؟ ست، ويبقى دي عكسها. دن. طيب نروح على الحاله اللي بعدها. لو الاس اندرسكور ال بواحد، معنى كده ان الاس بايه؟ صفر. لو الار اندرسكور ال بصفر، معنى كده ان الار بكام؟ بواحد. يعني حضرتك عايز تعمل عمليه ايه؟ ريست. الريست دي يا شباب يعني روح على الكيو خليها بصفر، والكيو ان تبقى عكسها. طب ولو رحت على الحاله اللي اسمها واحد واحد، لو الاس اندرسكور ال بواحد، معنى كده ان الاس بصفر، والار اندرسكور ال بواحد، معنى كده ان الار بصفر. لما الاس بصفر والار بصفر كنت بعمل ايه يا شباب؟ قال لك كنت بعمل لاست كيو، لاست كيو ان. واصبحت الحاله الوحشه اللي انا مش عايز اشتغل فيها خالص هي اللي فوق دي، علشان لما الاس بصفر، الاس سوري اندرسكور ال بصفر هيبقى الاس بواحد، والار اندرسكور ال بصفر هتبقى الار بواحد. ودي حاله الهازارد اللي كانت قبل كده بتطلع 0 0 في الخارج، متشابهين زي بعض، والمشكله مش في انهم بصفر، المشكله في ان القيمتين زي بعض، ما ينفعش، لازم واحده عكس الثانيه. هنا في الحاله دي هتطلع بواحد واحد نتيجه انك حضرتك اشتغلت على ناند مش على نور، والقيمتين برضه زي بعض. واقول لحضرتك دي حاله الهازارد، ابعد عنها، ما تشتغلش عنها، ما تشتغلش فيها. يبقى حضرتك مطالب بايه؟ مطالب انك تعرف الشكل ده عباره عن ايه. ايه ده؟ اس ار، اس ار لاتش. اقول لك لا اصبر، الانبوت بتاع حضرتك بيبقى هنا في الحته دي، مش حضرتك شايف نافي هنا؟ تقول لي اه. اقول لك يعني دي مش اس، ده معكوس الاس، اس داش. والانبوت اللي هنا لما اروح اقرا اقول له ايه؟ ده معكوس الار، يبقى دي اسمها ايه؟ ار داش. يبقى ده اس داش ار داش لاتش يا شباب، مش اس ار. اوكي، بيشتغل في عكس القيم بتاع الاس ار، هو بيعمل نفس الاوبريشن بس في اوقات مختلفه. ماشي يا شباب؟ حد عنده مشكله؟ تمام يا دكتور. الدنيا لسه مبهمه صح؟ هتظهر قدام، ما تقلقوش. الاس داش ار داش لسه في نفس المشكله بتاع الهازارد، اللي هي الحاله دي اللي الخارجين كيو كيو ان زي بعض، لو وقعوا فيها الدنيا احتمالياتها ممكن تبوظ. فقال لك خلاص هات لي الاس داش ار داش اللي هي دي، حط قدامها الدايره دي، بدل ما دي كانت اس داش هتبقى دلوقتي رجعتها الاس تاني، وبدل ما دي كانت ار داش هيبقى رجعتها الار تاني. حلو الكلام؟ تمام يا شباب ولا لا؟ تمام. بس هزود لك انبوت جديد اسمه سي، حيث ان السي ده وظيفته هو عباره عن الانيبل. بصوا يا شباب، طول ما احنا ماشيين في الكورس بتاعنا، لو الدايره انيبلد اكتف هاي يعني نسيب واحد، معنى كده ان الدايره بتشتغل عادي نورمال عادي خالص على حسب التروست تيبل بتاعها نورمال. اوكي، طيب لو الدايره مش انيبلد يعني السيب صفر، معنى كده انها ديسيبلد. ديسيبلد يعني ايه؟ يعني ما بتشتغلش صح؟ ما بتشتغلش، دي ما ينفعش عندنا، ما ينفعش في السيكونشال اقول ما بتشتغلش، مفصوله، دي غلط. لو انت فصلتها ضيعت التخزين بتاعك، ودي وظيفتها الاول والاخيره انها تخزن القيمه اللي عليها صح؟ يعني هي
لو السيب واحد تشتغل نورمال على حسب الترو ستيبل. طب لو السيب صفر اقول له بيحتفظ باللاست كيو واللاست كيو ان. فعلشان كده الترو ستيبل هنا بدون ما ادخل بقى في الدايره وغيرها وتفاصيلها تعال نشرحها من الترو ستيبل. بقول لو السيب صفر بغض النظر عن قيمه اس وار، لما احط اكس اكس دي معناها ولا فارق معايا قيمه الاس والار سواء كانت 0 0 او 0 1 او 1 0 او 1 1. يعني دي اكني بمثل اربع احتمالات هنا. طول ما السيب صفر انا ديسيبل. ديسيبل دي يعني ايه؟ احتفظ بالقيمه اللي عليك وخلاص، احتفظ باللاست كيو واللاست كيو ان. طب لو السيب واحد اقول له اشتغل. اشتغل يعني ايه؟ اشتغل على حسب نوعك بقى. هو انت نوعك ايه؟ اس ار صح؟ لو كان 0 0 لاست كيو لاست كيو ان، لا تعمل سيت ولا تعمل ريسيت. لو كان الار بواحد اقول له اعمل ريسيت، ودي عكسها. لو كان الاس بواحد بقول له اعمل سيت، يعني خلي الكيوب واحد، ودي عكسها. طب لو كان واحد واحد اقول له دي حاله الهازارد، لو سمحت ما تشتغلش فيها. اشتغلت فيها بقى تبقى مشكلتك. علشان بطلع خارجين شبه بعض. حلو الكلام يا شباب؟ اعرف ايه يا دكتور؟ اعرف الشكل ده. ان لما يكون داخل لي اس ار بقول اس ار لاتش. لما يبقى معاها داخل كمان كده واقول لك ده داخل كمان فيها يبقى ده الانيبل. يبقى ده اس ار لاتش ويز انيبل، واحنا عارفين بيشتغل على حسب الترو ستيبل لما يبقى انيبل. لما يبقى ديسيبلد معناه ان بيريتين. بيريتين يعني ايه؟ او بيريمين او بيمنتين البريفيوس ستيت، بيحتفظ بالحاله السابقه له. اوكي يا شباب؟ يا دكتور هو كده ايه فايدته؟ فايدته ان انا اقدر في وقت ما اعمل له انيبل، واقدر في وقت ما اقول له ديسيبل احتفظ باللي عليك. محدش لو من غير ما افصله يعني. لو انا ديسيبل مهما غيرت على الاس والار مش هاخده في الاعتبار، هضلني محتفظ بالقيمه اللي عليا هنا. تمام. بصوا انا شايل ديتيلز كتير المفروض اقولها لكم. المشكله عمالين نخترع حاجات جديده علشان الوضع اللي كنت بقع فيه ده نتيجه للهازارد ستيت اللي كانت هنا، ان القيمتين زي بعض. فتلاقي الكيو والكيو ان عماله تخش في ميتا ستيبل وما بتطلعش منها. فبدل ما كان عندنا اس ار لاتش قال لك اعمل اس داش ار داش، قال لك برضه لسه في نفس المشكله، قال لك خلاص استخدمه واعمل اس ار ويز انيبل. قال لك لسه في برضه نفس المشكله بس انا مش موضح لك المشكله، ماشي؟ فقال لك بعد كده خلاص. هو ايه المشكله بقى؟ قال لك المشكله بكل بساطه يا شباب هنا. ممكن نحط عند منفيه يا دكتور؟ لا اصبر بس، المشكله هنا اكس وار لما الاس بواحد والار بواحد بطلع خارج غير مرغوب فيه يبوظ لي الخارج بتاع الدايره كلها على بعضها، صح ولا لا؟ قال لك اكس وار. ايه رايك بقى؟ قال لك هحلها بالشكل ده. عارف عملت ايه؟ حطيت انفرتر ما بين الاس والار. يبقى انا عملت ايه؟ اجبرته ان هو يبقى عكسه. انا اجبرته ان لو ده بصفر ده يبقى واحد، وفي الحاله دي بعمل ريسيت. او لو ده بواحد ده يبقى صفر، وفي الحاله دي انا بعمل عمليه ست. وبالتالي اجبرته انه عمره ما يقع فين؟ في الحاله الوحشه دي. الشكل الجديد اللي انا بعمله ده هسميه دي لاتش، وده اللي هيظهر في السلايد اللي بعدها. اوكي؟ ده شكل السيجنالز ازاي بيأثر على الخارج، سيبك منه. ده اللي انا عملته بقى. قال لك بص، مش انت كان عندك مشكله ان الاثنين زي بعض؟ ادي الاس وادي الار. هوصل ما بين الاس والار انفرت. وبالتالي وهسمي بقى الدخل ده دي. وبالتالي لو الدي بواحد معناه ايه؟ معناه خده زي ما هو على الاس وانفيه تحت. لما الاس بار معناها ايه يا شباب؟ بعمل عمليه ايه؟ ست.
شوف يعني ايه روح على كيو خليها بواحد ودي تبقى عكسها. ايه ده؟ قال لك الله، ده اكن بالظبط خد قيمه واحد دي نقلها زي ما هي على الخارج الكيو. وسيبك من الكيو ان دي، الكيو ان ده احنا فاهمين على طول انها عكس الكيو. قال لك في حاله ثانيه، ايه هي بقى؟ ان الدي تبقى بصفر فتاخدها زي ما هي بزيرو وتتقلب تحت تبقى بواحد. اللي فوق ده اس واللي تحت ار، لما اس بصفر والار بواحد حضرتك عايز تعمل عمليه ريسيت. ريسيت يعني ايه؟ ريسيت، حط على الكيو صفر والكيو ان تبقى عكسها. قال لك الله، ده نفس الوظيفه اهي، اكن الصفر ده خدته وخزنته في الخارج بتاعي. دي حاجه جميله قوي. قال لك اه، علشان كده قال لك دي اول حاجه في الميموري اسمها 1 بت ميموري. حضرتك عايز تعمل عمليه تخزين لقيمه 1 بت هتستخدم ايه؟ دي لاتش. حلو الكلام؟ طيب يعني ايه عايز اخزن صفر؟ اقول له ايه؟ حط الصفر، هيروح جاي واخدها مخزنها في الكيو. اقول له بقى عايز احتفظ بيها، اقول له وانت بتحط الصفر كنت اعمل انيبل، عايز تحتفظ بيها بعد كده هتعمل ايه؟ ديسيبلد. ديسيبلد يعني ايه؟ سيبك من الدخل، احتفظ بالله عليك. يلا، عشان كده الانيبل لسه ماشي معايا اهو. فقال لك بص هنا لو انا ديسيبل هحتفظ بالقيمه اللي انت حطيتها على الخارج بتاعي او على الستيب بتاعت اللاست كيو واللاست كيو ان. طب لو انا انيبلد معنى كده ان حضرتك متاح ليك انك تحط لي قيمه على الدخل اخدها احطها على الستيب بتاعتي وبعد كده ابقى احتفظها بان حضرتك تعمل ديسيبل، اروح جاي محتفظ. تحط لي واحد في الدخل اروح جاي واخده زي ما هو على الستيب وتقول لي احتفظ بيها، اقول لك حاضر احتفظت بيها. يبقى دي ال1 بت ميموري اللي هي الدي لاتش. اعرف ايه يا دكتور؟ سيبك من التركيب الداخلي، قبل كده كنت هقول لك احفظ، اعرف التركيب الداخلي واعرف التشارت دي وظبط حالك واعرف التروث تيبل كمان. لا، حضرتك هتعرف البلوك ده. البلوك ده عباره عن ايه؟ دخل دي، يبقى ده دي لاتش. لو كنت كاتب عليه من جوه اس ار يبقى ده اس ار لاتش. لو اس ار وفي نفي قبلها يبقى ده اس داش ار داش لاتش. ماشي يا شباب؟ ومعاه دخل كمان يبقى اكيد ده الانيبل. وتعرف وظيفته، وظيفته بتعمل ايه؟ زي ما عرفت في الاس ار لاتش ان لما الاس بواحد بعمل ست، ولما الار بواحد بعمل ريست، ولو مش طالبهم الاثنين بحتفظ باللاست كيو لاست كيو ان. اعرف لي هنا ان ده الكيو نيكست الخارج الجديد عباره عن اهو، هو نفسه قيمه الدخل، هو نفسه قيمه الدخل عباره عن الدي. ودي المعادله اللي هتمشي بيها على طول. وغالبا يا شباب هو ده الشكل اللي احنا هنشتغل عليه على طول عشان هو ابسط شكل موجود. بقول له الخارج الجديد هو الدخل، الحاجه اللي عايز تخزنها على الستيت حطها في الدخل وهو يروح جاي واخدها مخزنها عنده. في صعوبه يا شباب حتى الان؟ انا بحاول اشيل كل الصعوبات من قدامكم. في صعوبه حتى الان يا شباب؟ لا يا دكتور مفيش. اوكي، لا حضرتك يا دكتور مفيش. طيب قال لك ستيل برضو نتيجه لان الانيبل والدي ممكن يتغير في نفس الوقت، وانا مش هسالكم في الجزئيه دي. ممكن برضو الدي لاتش ده يقع في الميتا ستيبل وما يخرجش منه. قال لك خلاص بقى انا قرفت، سيبك من موضوع اللاتش ده خالص، روح اشتغل حاجه اسمها فليب فلوب، وهو ده الباشا اللي هنشتغل عليه. ايه ده؟ هو ايه الفرق بين اللاتش والفليب فلوب؟ اقول لك حاضر ثواني. عارف الفرق ايه؟ يقول لي ايه يا دكتور؟ اقول لك يا فندم هنا لما الدخل بيتغير وانا طبعا enabled ماشي، الخارج يتغير. لما الدخل يتغير الخارج يتغير. يعني ايه؟ يعني الخارج يتغير عند تغيير الدخل، ده اللاتش. اول ما الدخل يتغير بعديه بفتره صغيره، بعد ديلي معين صغير قوي، الخارج يكون اتغير. ماشي، امال الفليب فلوب؟ قال لك لا، الفليب فلوب مش كده.
الفليب فلوب ده بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على ان هو عنده حاجة اسمها كلوك. الكلوك ده واحد واقف هو اللي بيظبط العملية، زي ما انا قلت لك من شوية، يشتغل عند البوزيتيف ايدج، يشتغل عند النيجاتيف ايدج. اوكي يا شباب؟ فالشكل اللي قدامنا ده هو البوزيتيف ايدج. طيب يعني ايه؟ يعني اول ما الكلوك تتغير من صفر لواحد اقول له ما تروح تقرا لي قيمه الدخل كام، يقول لي قيمه الدخل بواحد، واقول له انا نوعي دي هو ايه؟ ما يا دكتور حضرتك بتقول لي دي فليب فلوب، اقول لك اه، ما هو دي فليب فلوب هو بالظبط زي الدي لاتش، نفس الوظيفة. قال لك اه نفس الوظيفة، اللي احنا قلنا القيمة اللي على الداخل تخرج زي ما هي على الخارج، بس الفرق بتخرج امتى؟ عند تغيير الدخل الخارج يتغير. ده يقول لك لا، دخل اتغير ما اتغيرش مش فرق، انا بشتغل عند توقيت معين، بشتغل مثلا كل بوزيتيف ايدج ما بتجيلي، كل ما الكلوك بتتغير من لول هاي، كل ما الكلوك بتتغير من لول هاي بعمل ايه؟ لو تلاحظ هنا بعمل ايه؟ بروح اقرا قيمه الدخل. الدخل بكام يا شباب هنا؟ بواحد، فوق اهو قيمه كده صفر، كده تبقى واحد، صح ولا لا؟ الدخل بواحد، اقول له خلاص سيبك من الكيو، ماشي، عشان ما تتلخبطش، الكيو انا عارف انها معكوسها، تعال نشوف تاثيرها على سيبك من الكيو ان، تعال نشوف تاثيرها فقط على الكيو. لما الدخل بواحد، مش انا بقول الكيو هو هوات دي، ده راح جاي بقى واحد. هنا قال لك ده الام بتتغير اهو، يقول لك ما يعني اتغير ما اتغيرش انا مش فارق معايا، انا ما بروحش ابص على قيمه الانبوت الا لما بيجي لي بوزيتيف ايدج كمان، اهي بوزيتيف ايدج كمان، اقول له خلاص يبقى في الفتره دي كلها قيمه الكيو بتبقى ثابته ما فيهاش مشكله، لحد ما يجي لي بوزيتيف ايدج كمان. اطلع بص على الانبوت، الانبوت دلوقتي بكام يا شباب؟ بزيرو. لو اقول له خلاص يبقى باي نيجاتيف، الاوتبوت يبقى بزيرو، واقول له ثبته لحد ما يجي لك البوزيتيف ايدج اللي بعدها. ايه ده يا شباب؟ لحد ما يجي لي بوزيتيف ايدج اللي بعدها، وبعدين يعني اقول له روح اقرا قيمه الدخل، تقول لي الدخل دلوقتي بصفر، اقول له خلي الخارج لسه بصفر، حاضر، وثبته لحد ما يجي لي البوزيتيف ايدج اللي بعدها، اقرا البوزيتيف ايدج اللي بعدها بواحد، يبقى دلوقتي خرج الخارج بواحد. قال لك ده بقى هو نفس وظيفة اللاتش، بس في واحد عمال ينسق، اقرا الانبوت فقط لما يجي لك بوزيتيف ايدج، اقرا الانبوت فقط لما يجي لك نيجاتيف ايدج. في الحالة دي الانبوت اخده واطلعه على الاوتبوت زي ما حضرتك شايف كده، لو عندك الكلوك بوزيتيف ايدج خد الانبوت طلعه على الاوتبوت، وده طبعا معكوسه. لو عندك بوزيتيف ايدج خد الانبوت طلعه على الاوتبوت، لو كان صفر يطلع صفر، لو كان واحد يطلع واحد. طب ما عندكش بوزيتيف ايدج يعني ايه؟ يعني قيمه الكلوك نيجاتيف ايدج، او قيمتها ثابته بصفر اللي هو القيمه اللي تحت دي، او قيمتها ثابته بواحد، هيفرق معاك قيمه الدخل؟ قال لك في الحاله دي ما بيفرقش معايا قيمه الدخل، ما ببصش عليه، انا بعمل عمليه احتفاظ بالقيمه اللي عليها والسلام. وبالتالي يبقى الشكل اللي حضرتك مطالب بيه، سيبك من الانترنال استراكشر دي، انا عارف ان ده ابروتش اسمه ماستر سليف ابروتش، سيبك منه خالص ما توجعش دماغك بيه. حط لاتشين ورا بعض نوعهم دي، وهنا حط انفرتر، وهنا حط انفرتر كمان بس سنسيتيف للترانزيشن، وقال لك ده كله على بعضه عباره عن الدي فليب فلوب. حضرتك يا دكتور انا هعرف ايه؟ اقول لحضرتك سيبك من ده، سيبك من ده، سيبك من ده، هتعرف الشكل ده. افرق منين ان ده شكل فليب فلوب او ده شكل لاتش؟ اقول لك حاضر شباب، نعم سي والكلوك، لا ثواني، ده دي، ده كيو، وده كيو ان، اللي فوق ده لاتش، ما انا عارف، ما هو اصل كان في دخل واحد بس. طب افرض داخلين يا دكتور زي اللي تحت، اه انيبل، كنت بحطه زي ما هو كده سي، امال الفرق هنا ايه؟ قال لك الكلوك بيبقى الرمز بتاعها هنا في علامه ايه؟ اكبر من عليها.
اول ما تلاقي علامه اكبر من، فانت هتقراها ايه؟ بدل ما هتقرا فوق وتقول لي دي لاتش عشان ما فيش علامه اكبر من، هتقول لي دي، بس اول ما تلاقي علامه اكبر من اعرف ان ده داخل الكلوك، وتقول لي دي فليب فلوب. اوكي يا شباب. اللي فوق ده بيعمل ايه؟ الكيو نيكست. كيو نيكست على طول بقى هكتبها كيو ستار، ماشي؟ يعني لما اكتب كيو ستار معناها كيو نيكست عباره عن الدخل. هتقول لي اللي تحت برضو هو نفس الوظيفه، كيو نيكست عباره عن الدخل. الفرق امتى الكيو نيكست عباره عن الدخل؟ لما انا ابقى انيبل. الابروتش هنا مختلف في الوظيفه. الكيو نيكست عباره عن الدخل امتى؟ قال لك لما يجي لك ايدج. طب اعرف منين ان انا بوزيتيف ايدج او نيجاتيف ايدج؟ انا هنا بقول ان ده بوزيتيف ايدج فليب فلوب. بوزيتيف ايدج يعني ايه؟ يعني بشتغل عند الكلوك لما بيتغير من لول هاي، طالع لفوق، طالع في الاتجاه الموجب. هتلاحظ ان الكلوك على طول داخل، السلك داخل على طول. امال النيجاتيف ايدج؟ الكلوك وهو داخل هيدخل على انفرتر، وده اللي هيبان حالا في اللي بعدها. سيبك بقى من ده كله. حضرتك اول ما تشوف ده هتقول لي ايه؟ دي ده علامه سبعه كلوك، يعني فليب فلوب. شغال بوزيتيف ايدج ولا نيجاتيف ايدج؟ حضرتك شايف الكلوك داخله على طول تبقى بوزيتيف، قبل ما تدخل لقت انفرتر تبقى نيجاتيف ايدج. اوكي يا شباب. معنى كده بقى، تعالى بقى، بما انك فهمتها انا اقدر اقول لك دلوقتي التروث تيبل ده او الفانكشن تيبل ده شغال ازاي. لو جالي نيجاتيف ايدج يعني الكلوك بتتغير من هاي للو، اشتغل يعني ايه؟ الكيو الجديده هي هدي، الكيو الجديده هي هدي، وده طبعا معكوسها. طيب لو ما عنديش نيجاتيف ايدج، سواء القيمه صفر او واحد او حتى بوزيتيف ايدج، مش فارقه معايا، ما بيفرقش معايا قيمه الدي. احتفظ باللي عليك يا باشا والسلام. سيبك من التركيب الداخلي، مش وقت، واحنا قلنا هنلخص الحاجات المهمه بس في محاضره واحده، معلش. يعني ان حضرتك ان احنا نقدر نعرف الوظيفه العامه، وده المطلوب من حضرتك. التركيب الداخلي ده اساسا كده كده ما بيتغيرش، احسن من اننا نفقد الشيء كله، يعني نتدارك جزء منه احسن من اننا نفقده كله. ماشي يا شباب؟ تمام. طيب جميل. ايه ده؟ ياه يا راجل، الدايره دي لو طلبتها منك في الامتحان هتقول لي ايه التهريج ده يا دكتور؟ انت بتقول لي ايه؟ اقول لك خلاص سيبك منها. بص هنا، ده عباره عن ايه؟ ها؟ دي فليب فلوب. فليب فلوب، بوزيتيف ايدج ولا نيجاتيف ايدج؟ دي بوزيتيف. صح، فليب فلوب. بيشتغل عند البوزيتيف ايدج فقط لا غير. ماشي، امال ايه الداخلين دول؟ داخل اسمه بريست. ايه ده؟ ده بي ار جوه، يعني بره المفروض لو هكتبه اكتب كده بي ار داش، عشان في نفي هنا. عارف دي عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن ايه؟ ده عباره عن سلكه. تعال نحطها بصفر كده ونشوف ايه اللي بيحصل. لو دي بصفر، صفر تتنفي هنا تبقى واحد، على اور يطلع واحد. ايه ده يا شباب؟ لو تفتكروا ان ده كان عباره عن الست، لما الست بواحد معنى كده روح على الكيو خليها بواحد وخلي الكيو بصفر. قال لك ما دام هي عليها زيرو، ده اختصار لايه؟ لبريست. معناها ايه بريست يا شباب؟ ست يعني ايه؟ ست يعني خلي الكيو بايه؟ بواحد. بري يعني ايه؟ يعني في بداية العملية لو عايز تبدأ بقيمة كيو بواحد، روح اعمل بريست. بس. طيب اللي تحت، اللي تحت ده اسمها كلير. طب تعال نشوف، لو حطيت عليها صفر، اصلها انا مطالب ان دي تبقى بواحد جوه، بس دي انفرتر. انفرتر يعني لازم تبقى بصفر.
يعني لو هكتب كده كلير داش بره او كلير اندرسكور لو. طيب يا شباب لو حطيت دي بصفر هتقول لي ايه؟ الصفر يجي هنا يبقى بواحد، واحد قور مع اي حاجه بواحد. لو تفتكر ان ده كان الريست، لو الريست بواحد معنى كده روح على الكيو خليه بصفر رسته وده عكسيه. فالكلير دي معناها ايه؟ في بدايه العمليه لو عايز ترست الخارج اعمل كلير. يبقى دلوقتي ده بالظبط عباره عن دي فليب فلوب عادي بس معاه وظيفتين زياده. الوظيفه الاولانيه ان تخليني اعمل كلير بان احط على الكلير من بره زيرو ارست الكيو في البدايه فقط لا غير يا شباب، في بدايه العمليه بس. اول ما بتشغل الدايره وعايز تبدا من اول صفر اعمل كلير. طب لو عايز تبدا من اول واحد هتعمل بريست بس. يبقى سيبك يا باشا من التركيب الداخلي، انا فهمت ده معناه ايه. هل هنشتغل عليه؟ لا، اللي هتشتغل عليه فقط لا غير هو عباره عن الدي فليب فلوب العادي خالص كيو وكيو ان. اوكي بس اديني بقدمهولك. قربنا نخلص ده طبعا القيم بتاعته، قربنا نخلص الحاجات الانترودكشن دي وندخل في الابلكيشنز. ده عباره عن ايه؟ شباب سيبكم من ده، سيبكم من ده، بصوا هنا دي فليب فلوب بوزيتيف بوزيتيف ايدج ويز انيبل انيبل. يعني يشتغل ازاي بقى؟ تعالى بقى بص هنا، لما يكون عندي الايدج عادي بس انا انيبلد اشتغل اعدي الدخل على الخارج. طيب لو عندي الايدج بس انا ديسيبلد مش هشتغل، هحتفظ باللي عندي. مش مفيش حاجه اسمها مش هشتغل عندي في الـ في الـ في السيكوينشال، مش هشتغل، احتفظ باللي قبلك. طيب لو الايدج اساسا مش موجوده اقول له مش هشتغل، يعني احتفظ باللي قبلك بس خلاص. يفرق معايا التركيب الداخلي؟ سيبك منه. اوكي طيب بص يا شباب، تعرف تطلع لي ولا اقول لك بلاش؟ بلاش اللي بعده. في حاجه اسمها تي فليب فلوب توجل، ايه راي حضرتك لو انا جيت على الكيو عملت كده خدتها نفتها؟ يعني جيت على الدي فليب فلوب اللي كانت موجوده عندي دي اللي كان فيها انيبل، ده الانيبل، خدت الكيو نفيته ودخلته على السي على الدي. سوري سيبك من الانيبل يا عم، سيبك من الانيبل خالص. حاضر، ده بيشتغل ازاي؟ مين يقول؟ لو عليه صفر يجي الصفر يتنفي يبقى واحد، فلما يجي الايدج اللي بعدها اخرج واحد، وبعدين الكلوك تكمل لحد ما الايدج اللي بعدها تيجي، يقول لك الواحد ده يجي هنا يتنفي يبقى صفر، فلما يجي الايدج اللي بعدها اللي هي دي يخرج زي ما هو يبقى بصفر. فهتلاحظ ان ايه؟ كل ايدج بقلب الخارج بتاعي من صفر يبقى واحد، من واحد يبقى صفر، من صفر يبقى واحد، من واحد يبقى صفر. قال لحضرتك دلوقتي احنا عملنا ايه؟ عملنا حاجه اسمها توجل، توجل فليب فلوب. اوكي يا شباب؟ ده بيعمل ايه؟ ده التركيب الداخلي بتاعها عشان تبقى عارف. واحد تاني قال لي خلاص يعني ده بيعمل ايه يا دكتور؟ اول ما الاقي تي في الدخل، هو ده دخل ولا ده كلوك يا شباب؟ ها ده كلوك، كلوك ده ملوش دخل خالص. اه الحاجه اللي ملهاش دخل خالص دي غير الكلوك طبعا، هي عباره عن التي فليب فلوب. ده بيعمل ايه؟
ده كل ما يجي لي الايدج ده طبعا بوزيتيف ايدج بياخد الانيشال فاليو اللي هو بادئ بيها ويروح جاي قلبها ويثبت لحد ما يجي له ايدج كمان ياخد القيمه اللي عنده يقلبها ويثبت ويروح جاي مستني الايدج اللي بعدها ياخد القيمه اللي عنده يقلبها ويثبت. لو قلت لحضرتك ان ده الفريكوانسي هنا 4 كيلو هرتز مين يقدر يقول لي الفريكوانسي تحت ده بكام؟ اتنين كيلو. مين اللي قال مين اول واحد قال اتنين؟ اسمك ايه؟ احمد ياسر نفاذ. احمد ياسر نفاذ؟ ايوه نفاذ. احمد ياسر بيه اللي نسي يكتب اسمه في البتاع. ماشي يا احمد اديني بقول لك اهو في الفيديو يا احمد هو انت ما كتبتش اسمك في الفاينل هتزعل. لا ان شاء الله هكتب. انت الترم اللي فات ما كتبتش كمان برضو في الفاينل بس عرفنا نلاقيك الحمد لله. طيب بص يا عم احمد انت ليك درجتين يلا مبروك. ده اسمه فريكوانسي ديفايدر. التوجل ده بيعمل ايه؟ بيخلي لك يكبر الزمن الدوري بمقدار الضعف يبقى اكيد الفريكوانسي قل بمقدار الضعف برضه. اوكي بمقدار النص يعني. طيب يبقى اذا دلوقتي افرض انا عندي حاجه زي كده عندي 4 كيلو هرتز عايز اطلع منها 1 كيلو هرتز اعمل ايه؟ قال لك دخله على توجل وخد الخارج ده دخله تاني على توجل يبقى اذا ده قسم على 2 يبقى هنا طلع لي 2 كيلو هرتز. اللي بعده يقسم على 2 كمان مرة يبقى الكيو بتاعته هيطلع لي 1 كيلو هرتز. يبقى لو حضرتك عايز تعمل فريكوانسي ديفايدر مين الحاجة الشهيرة قوي اللي بتشتغل في الفريكوانسي ديفايدر هو مين؟ التوجل يا شباب. اوكي يبقى نعرف ان الشكل ده عبارة عن التوجل. طب وبعدين اخر حاجة هتتقال ده التركيب الداخلي طبعا بتاعه المفروض كنت اوصل الكيو على الدي بس احط الانفرتر في النص. بدل ما اعمل كده مش انا عارف اساس يعني انا عايز انفي الكيو مش انا عارف اساسا ان الكيو كيو ان عكس بعض. بدل ما اوصل على الكيو واحط انفرتر في الطريق حضرتك ممكن اساسا توصل على مين على طول؟ كيو ان وهي معكوسها اساسا. فاذا التركيب الداخلي اهو وسيبك منه انا ما يفرقش معايا غير الشكل ده. اوكي يا شباب. طب ده التي هل في تي ويز انيبل يا دكتور؟ اقول لك يلا يا شباب ها ادي ده تي ويز انيبل بيشتغل ازاي؟ لما انا انيبلد اشتغل يعني ايه؟ لما انا انيبلد التي بواحد اشتغل يعني ايه؟ سوري مش التي اللي بواحد لما الانيبل هو اللي بواحد اشتغل يعني ايه؟ استنى الكلوك بتاعت التي اول ما تجيلي اقلب. ماشي قلبت جالي كلوك كمان اروح اقلب ولا بص على الانيبل الاول؟ بص على الانيبل الاول. هل ده انيبلد؟ تقول لي لا ديسيبلد. اقول لك يعني احتفظ. جالي كلوك كمان اروح ابص على الانيبل. انيبلد يقول لك اعمل وظيفتك. وظيفتك انت شغال قلاب اقلب. يبقى التي ويز انيبل ده بيشتغل ازاي يا شباب؟ ها لما الانيبل تكون بواحد والتي بتكون من لول هاي بيروح شغال. طيب يعني لو عايز اعمل له تروث تيبل احنا عارفين وظيفه الدي، الدي كيو نيكست يساوي الدي صح؟ الخارج يساوي الدخل. طيب لو انا بقول الانيبل ده الانبوت لازم اقول الكيو الحاليه بكام وتقول لي الكيو نيكست بكام. ده تروث تيبل صح؟ اثنين انبوت 0 1 0 1 0 1 1
أربع كده الأربع احتمالات تتعمل. ها بص يا شباب، هنا enabled ولا لا؟ enabled صح؟ enabled يعني ايه؟ يعني لما هيجي لي كلوك هيعمل ايه؟ هيشوف القيمة كام ويقلبها صح؟ مش ده قلب؟ يعني لو الكيو اللي عليا بصفر يبقى الكيو اللي بعدها بكام؟ واحد. لو الكيو اللي عليا بواحد يبقى الكيو اللي بعدها بكام؟ صفر. طيب ده لو انا enabled صح؟ طب لو انا disabled يبقى نص كيو. يعني احتفظ باللي عليك، سيبه زي ما هو. من يعرف يطلع لي المعادله دي؟ الكيو نيكست عباره عن ايه؟ انيبل اكس اور كيو. مين حضرتك؟ احمد ياسر. احمد ياسر تاني؟ خلاص مش مشكله يعني. ايه يا ياسر في ايه؟ خد يا ياسر، ما جراش حاجه. يبقى عباره عن اكس اور ما بين مين؟ ما بين الانيبل والكيو. فكرني في الاخر يا ياسر، اكتب الكلام ده في الفايل عندي. ماشي يا دكتور. يبقى نحفظ بس فقط اللي عايزك تعرفه. وظيفه الدي فليب فلوب ايه؟ ان الخارج الجديد عليه هو الدخل بتاعه. ماشي. طب والتوجل ويز انيبل، عشان دول اهم اتنين عندي. ان الخارج الجديد عباره عن اكس اور، دي الوظيفه بتاعته ما بين انيبل والكيو السابقه له. حد عنده استفسار؟ وسيبك من كل حاجه تانية. ماشي يا شباب، عندكم استفسار؟ طيب اول ابلكيشن عرفنا اهو ان دي اكنها اكس اور ما بين انيبل والكيو، وانا ولا فارق معايا. اول ابلكيشن، وده اول سؤال ممكن يجي لك في الامتحان، اسمه ريجستر. الريجستر ده قال لك دي حاجه بتقدر تخزن فيها بس مش 1 بت. فاكرين الدي فليب فلوب كنا مخزن بيها ايه؟ 1 بت صح؟ او الدي لاتش بخزن بيها 1 بت. طب لو عايز اخزن 4 بت، عارف حضرتك انا عملت ايه؟ جبت دي فليب فلوب هنا، ودي فليب فلوب كمان، ودي فليب فلوب كمان، ودي فليب فلوب كمان. ادي البت رقم 0، ادي البت رقم 1، ادي البت رقم 2، رقم 3. عارف ايه اللي بيحصل؟ انا متعود القيمة اللي بتخش هنا أول ما بتجيلي كلوك باخدها أطلعها على الخارج بتاعي وبعد كده أبقى أحفظها صح؟ مش ده اللي أنا متعود عليه؟ إن ما دام دي فليب فلوب الكيو نيكست عبارة عن الداخل بتاعي اللي اسمه دي صح ولا يا شباب؟ حد يقول لي. أنا دلوقتي عايز أخزن مش قيمة واحدة، أربع قيم، جبت دي فليب فلوب وكمان واحد وكمان واحد وكمان واحد، عملت إيه؟ قال لك وصلتهم الكلوك بتاعهم على بعض. كلهم واصلين على نفس الكلوك. كلهم واصلين على نفس الكلوك. كلهم واصلين على نفس الكلوك، وبعدين أهي. دي الكلوك صح؟ كلوك أهو. أول ما يجي لي بوستيف إيدج اللي بيحصل إيه؟ لو شغالين بوستيف إيدج كلنا. او اول ما بيجي لي نيجاتيف ايدج، لو شغالين نيجاتيف ايدج كلنا، ايه اللي بيحصل؟ بيروح جاي رايح واخد القيمه اللي هنا مخزنها في الخارج، القيمه اللي هنا مخزنها في الخارج، القيمه اللي هنا مخزنها في الخارج، القيمه اللي هنا مخزنها في الخارج. فكده حضرتك عملت ايه؟ عملت حاجه اسمها ريجستر اوف 4، يعني ريجستر 4 بت. عملت وظيفه اسمها شهيره جدا اسمها بي ال، اختصار لبارل لود. بارل لود يعني ايه؟ بحط لك قيم دخل واحد، وليكن واحد زيرو زيرو واحد اللي هي تكافئ قيمه كام يا شباب؟ تسعه صح؟ وادي له ايدج يروح جاي رايح مخزنها في الخارج بتاعه واحد زيرو زيرو واحد، وكان الله بالسر عليم، وانا خزنت قيمه تسعه بالعشري يا دكتور على الريجستر بتاعي. حلو الكلام؟ هو ده الريجستر. البيزك اليمنت بتاعته عباره عن دي فليب فلوب. طب عايز تخزن 1 بت، 1 دي فليب فلوب كفايه. عايز تخزن 3 بت يبقى 3 دي فليب فلوب. عايز تخزن 5 بت يبقى 5 دي فليب فلوب. كلهم واصلين على نفس الكلوك، وبعدين نقف نشوف بقى حضرتك هتطلب مننا ايه يا دكتور نعمله لك. حلو الكلام؟ ده اسهل سؤال يا شباب، هنكمله واقول لك ايه الوظائف اللي ممكن تطلب في الامتحان.
السلايد اللي قدامكم ده بقول ان انا اساسا مش عايز اخزن قيمه واحده، عايز اخزن اخر ثلاث قيم لدرجه الحراره لاخر ثلاث ساعات. فقلت له خلاص هستخدم ريجستر واحد هيقدر يخزن لي قيمه، هستخدم ثلاث ريجسترات. يبقى اول قيمه هتجي لي هنا اول ما يجي لي كلوك، ده طبعا الفيرست فاليو، هتتخزن هنا، واللي كان هنا هيروح يتخزن هنا، ما كانش في حاجه اساسا، واللي كان هنا هيروح يتخزن هنا، ماشي ما كانش في حاجه. يعدي الساعه الاولى يجي لي كلوك كمان، اقول له خلاص انا دلوقتي عايز اخزن القيمه الاولى والثانيه، فالثانيه هتكون موجوده هنا اساسا مستنياني، اقول له خلاص اللي بيحصل ايه؟ ان ده بياخد القيمه اللي هنا يخزنها، ما كانش في حاجه هنا اذا عشان تتخزن، ده بياخد القيمه اللي هنا يخزنها، اصبحت الفيرست فاليو هنا، وهنا بياخد القيمه دي يخزنها، اصبح السكند فاليو هنا. قال لك هيجي لي كلوك تاني بعد الساعه اللي بعدها، فخلاص ايه اللي بيحصل؟ هتلاحظ ان القيمه الثالثه واقفه مستنيه عشان تتخزن. اللي بيحصل ان القيمه الفيرست دي هتتخزن هنا الاول، الداخل يروح على الخارج، والسكند دي تتخزن هنا، يبقى السكند هنا، والثيرد تتخزن هنا. يبقى دلوقتي انا عندي اخر ثلاث قيم عندي قدرت اخزنها. ده مش سؤال قوي يعني، السؤال هنبدا نظبط له من اول هنا. شباب نعم، عايز اطلب منكم حاجه. نعم، عايز الريجستر بتاعي يعمل وظيفتين مختلفتين. تقول لي حاضر ماشي، عايزه يعمل وظيفة اسمها مينتين، ودي الوظيفة الأساسية من الريجستر، إن أنا أقدر إيه؟ أمينتين الفاليو اللي عليا، أحافظ على الكيو بتاعتي، أحافظ على القيمة اللي متخزنة عليا، أو بري اللود. يعني إيه بري اللود؟ يعني أجيب له قيمة من بره أقول له بعد إذنك خزنها عندك في الخارج بتاعك. قال لك خلاص هنحلها ازاي؟ هنحلها ازاي يا شباب؟ البيزك اليمنت عايزها لكام بت؟ قال لك الاربعه بت، وده الديفولت. لو طلبتها منك في الامتحان وما قلتش كام بت اعملها الاربعه بت. ماشي؟ فرسم فليب فلوب فليب فلوب فليب فلوب فليب فلوب، الكلوك بتاعهم كلهم على بعض هيبقوا واصلين على نفس الكلوك، واقول له ده الكلوك بتاعي. اوكي، وبعدين قال لك بصوا، نعم اللي بيحصل اساسا ان البيزك اليمنت بتاعتنا هي ايه يا شباب؟ قال لك هي دي فليب فلوب يا دكتور. قلت لك حاضر، دي فليب فلوب ده بيعمل ايه؟ قلت لي برضو اي حاجه على الدخل بتاعه لما بيجي لي كلوك بروح اخزنها على ايه؟ على الخارج. حد عنده اعتراض على دي قبل ما اكمل؟ هسالكوا تاني، حد عنده اعتراض على ان الدي فليب فلوب اللي بيروح على الدخل بتاعه بيتخزن على الخارج؟ هتقول لي لا، اقول لك ماشي. بصوا بقى اللعبه كالتالي، هجيب مالتيبلكسر، يعني الدي فليب فلوب هشرحها على واحد بس والباقي يبقى زيه. ادي الدي خليته الدخل بتاعه كده فوق، وادي الكيو تحت، وادي هنا ده الكلوك. بقول لك ايه الوظيفه الاولى دي؟ منتين. منتين يعني ايه؟ منتين بقول لحضرتك هات الكيو اللي عليك دي خدها وصلها على الدخل، علشان لما يجي لي ايدج اروح جاي واخد قيمه الدخل اللي هي الكيو ومطلعها على الدخل الجديد، فالدخل الجديد يبقى هو عباره عن الدي اللي هي عباره عن الدخل السابق. حلو الكلام؟ انا كده عملت ايه؟ كده عملت ايه يا شباب؟ كده احتفظت منتين، احتفظت بالقيمه اللي عليا، عملت وظيفه منتين. اوكي، دي الوظيفه الاولى. طب الوظيفة الثانية يا دكتور؟ أقول لحضرتك حاضر، الوظيفة الثانية
حضرتك عايز تعمل ايه؟ قال لك الوظيفه الثانيه دي بارل. بارل لود يعني ايه؟ يعني في انبوت كده من بره اهو اسمه اي، هحط عليه قيمه، عايز القيمه دي اخدها اطلعها على الخارج. فقلت لحضرتك خلاص اوصل عليه، فلما يجي لك ايدج هقول له انا بشتغل ازاي، بقول ان الكيو نيكست هو هو الدي، صح؟ من ده وظيفه الدي فليب فلوب، اللي هو هو في الحاله دي هيبقى الاي. يبقى القيمه وريفر القيمه اللي هتتخزن ايه هي اللي موجوده على الاي اول ما يجي لي الكلوك بتاعتي الايدج بتاعي يعني. واحد يقول لي ايوه يا دكتور يعني حضرتك عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل الوظيفتين مع بعض. اقول لك خلاص سهله، حط لي حاجه هنا بتشتغل اللاب، تقلب ما بين ايه؟ ما بين السلكتين دول. لو عايز اعمل بارل لود اعمل ايه؟ اقول لحضرتك سهله، روح اوصل هنا. طب لا عايز اعمل منتين، اقول لحضرتك سهله، روح اعمل هنا اوصل هنا. مين اللي احنا اخدناه في الدراسه بتاعتنا بيشتغل اكنه سويتش؟ الاشمت تريجر. لا مش تريجر، تراي ستيب بافر. التراي ستيب بافر او الانكود ولا قصدي المالتيبلكسر. فقال لك المالتيبلكسر ده بقى بيقلب ما بين ايه؟ ما بين عدد من الانبوتس. هو انت عايز كام وظيفه في الحاله دي؟ وظيفه الاولى وادي الوظيفه الثانيه، وظيفتين. يبقى يكفيك، يكفي حضرتك فخرا انك تشتغل على مالتيبلكسر 2 في 1. نجيب ايه يا شباب هنا؟ مالتيبلكسر 2 في 1، القيمه رقم 0 بتاعته توصل على المنتين، والقيمه رقم 1 بتاعته توصل على البارل لود اللي هو الاي، ويبقى له سيلكتور اسمه مثلا. اوه ماي جاد. طب كويس في كنترول زد هنا. مثلا القيمه بتاعته فيها اسمها ال لود. شوف لو انا عايز اعمل بارل لود هعمل ايه؟ قال لك هتلاقي اللود دي عليها 1، معنى كده ان هتلاقي المالتيبلكسر يوصل على السلك رقم 1 فياخد اللي على الداخل يطلعه على ايه؟ على الخارج. يبقى كده عمل وظيفه ال بارل لود. طب لو مش عايز اعمل بارل لود، قال لك خلاص هتلاقي على اللود 0. في الحاله دي المالتيبلكسر هيروح يوصل على السلك رقم 0، يلاقي ايه اللي جاي له على السلك رقم 0؟ الكيو السابقه، فتطلع زي ما هي في الكيو نيكست. الكيو السابقه فتطلع زي ما هي في الكيو نيكست. يبقى حضرتك قدرت تعمل وظيفه الايه؟ المنتين. في مشكله بقى يا شباب؟ يبقى انا ما دام هعمل اكتر من وظيفه حضرتك هتعمل ايه؟ هتعمل مالتيبلكسر على الاولاني، ومالتيبلكسر على الثاني، ومالتيبلكسر على الثالث، ومالتيبلكسر على الرابع. كلهم نفس السلكتور، كلهم نفس السلكتور. السلك رقم 0 للكل واصل على الكيو علشان حضرتك تحتفظ بالقيمه بتاعتك. السلك رقم 1 للكل واصل على البارل لود، البت رقم 0 من القيمه اللي هعمل لها لود، البت رقم 1 من القيمه اللي هعمل لها لود، البت رقم 2، البت رقم 3. في مشكله يا شباب دلوقتي؟ ده حاجه ممكن تيجي في الامتحان. طب انا هجيبها لك في الامتحان بوظيفتين؟ لا، هجيبها لك في الامتحان باربع وظائف، منهم الاثنين دول. طب ايه الوظائف الثانيه يا دكتور اللي حضرتك ممكن تطلبها مننا؟ طيب ده كله قدرت اعمل له بلوك لسلك اسمها لود اهو، 4 انبوت اي 0 اي 1 اي 2 اي 3 اهم، واربعه اوتبوت كيو 0 كيو 1 كيو 2 كيو 3. هطلب منك ايه في الامتحان؟ هطلب منك التركيب الداخلي بتاع الريجستر اللي هو ده. يبقى ده اول حاجه في الامتحان ممكن تجي لي. طب ايه الوظائف الثانيه حضرتك يا دكتور اللي ممكن تطلبها مني؟ اقول لحضرتك تعال.
شيفت ليفت، شيفت رايت. شيفت رايت يعني ايه؟ يعني القيمه دي تيجي هنا، والقيمه اللي كانت هنا تيجي هنا، والقيمه اللي كانت هنا تيجي هنا، واللي كان هنا يقع. لما انا تاخرت اللي هنا حطيته هنا، المكان ده فاضي صح؟ ممكن احط له انا قيمه بمزاجي، ده شيفت رايت. طب شيفت ليفت لو عندي اربع قيم تشتغل ازاي؟ دي تيجي هنا، ودي تيجي هنا، ودي تيجي هنا، واللي كانت هنا دي هتقع، واللي هنا دي ما دام راحت في اللي جنبها فضيت بسلكه كده، ممكن احط فيها القيمه اللي انا عايزها. يبقى ده شيفت رايت وده شيفت ليفت. ماشي. طب في وظيفه ثانيه اقول لك؟ اه، الروتيت رايت. ايه الروتيت رايت دي يا شباب؟ القيمه دي لو عندي اربع قيم كده بقول له روتيت. روتيت رايت يعني ايه؟ لفهم لفه واحده ناحيه اليمين. هتعملها ازاي؟ دي تيجي هنا، ودي تيجي هنا، ودي تيجي هنا، والقيمه دي بدل ما تقع زي الشيفت، لا ده انا هاخدها ارجعها في اللي قبلها. ده الروتيت رايت. طيب في وظيفه ثانيه اقول لك؟ اه، روتيت ليفت. لو عندي اربع قيم عايز اعمل روتيت ليفت، هعملها ازاي؟ اللي هنا دي تيجي هنا، ودي تيجي هنا، ودي تيجي هنا، ودي بدل ما تقع لا اخدها اعمل بيها فيل ان في الاليمنت اللي كانت في الاول اللي كان فاضي. الوظائف اللي قدامكم دي كوظيفه فيها مشكله كفهم؟ شفت يعني ايه زقها ناحيه اليمين؟ فاول واحده على اليمين هتقع مني، واول واحده على الشمال لما زقها تبقى فاضيه، احط لها قيمه انا بايدي بسلك، ونفس الكلام زقها ناحيه الشمال. طب الروتيت لا، الحاجه اللي بتقع دي ما بتقعش، باخدها اروح املى بيها الحاجه اللي فضيت في الاول. في مشكله في فهم الكونسبت بتاع الشيفت ورايت والشيفت ليفت والروتيت رايت والروتيت ليفت؟ في مشكله يا شباب؟ حد يرد عليا؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور، يلا ناخد سؤال. ده سؤال مالتبلكسر بيشتغل شيفت ليفت ومنتين. طيب انا حتى الان عمال اجيب لك اسئله صغيره بوظيفتين. ده عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل وظيفتين. الوظيفه الاولى هي المنتين، اوكي، المنتين، والوظيفه الثانيه شيفت رايت. طب تعالى نشوف المنتين. منتين يعني ايه؟ يعني الكيو نيكست هي الكيو اللي قبلها، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ مظبوط. وحضراتكم بتشتغلوا على ايه؟ على دي فليب فلوب اللي هو الكيو نيكست يساوي الدي. فبقول لك عايز اطلع الكيو اللي قبلها على الخارج بتاعي النيكست، تقول لي وصله على الداخل اهو. ولو وصلت الكيو على الداخل كل واحد خارجه على داخله عملت المنتين. فرحت هنا كل واحد خارجه على داخله عملت المنتين، خارجه على داخله عملت المنتين، خارجه على داخله عملت المنتين، خارجه على داخله عملت المنتين. وبعدين الوظيفه الاولانيه خلصت. طب الوظيفه الثانيه، بما ان حضرتك عندك وظيفتين يبقى حضرتك هتحط هنا ده ايه؟ مالتبلكسر. القيمه رقم صفر بتاعته توصل على المنتين، والرقم واحد توصل على الوظيفه اللي انت عايزها. عايز الوظيفه الثانيه ايه؟ شيفت رايت، صح؟ شيفت رايت يعني ايه؟ مين يقول لي؟ القيمة اللي على الشمال بترحل لليمين واخر قيمة بتقع. اه، شفت حضرتك بتقول لي ايه؟ يعني القيمة دي اللي بالاخضر اخدها اوصلها على الدخل ده، علشان لما يجي لي كلوك الاقيها تروح جاية نازلة هنا. تاني بالاحمر اهي، القيمة دي اخدها زي ما هي، فانا وصلتها من فوق عادي. اوصلها على الدخل ده عشان لما يجي لي كلوك تروح جايه نازله زي ما هي، ودي اخدها على الدخل رقم واحد في المالتبلكسر علشان لما يجي لي كلوك تروح جايه نازله زي ما هي.
بس لو تلاحظ القيمة اللي هنا فضيت صح؟ عشان كده السلك ده هو fill in، هو حاجة بستخدمه علشان أحط عليها قيمة تروح جاية نازلة في الخانة اللي فضيت في الأول. قدرت دلوقتي أعمل ريجستر بيعمل وظيفة مينتين مع شيفت رايت. اللي قبلها كان مينتين مع باري اللود. حد عنده مشكلة في دي؟ حضرتك يا دكتور قلت بقى مطلوب التركيب الداخلي اللي هو اللي هو في كيو كده، اللي هو ده هو الشكل ده. تمام، ده التركيب اللي انا عايزه. تمام، الداخلي بتاع مين؟ بتاع الريجستر البلوك ده، فانا عايز الشكل ده. ماشي تمام. في سؤال دكتور سهل ولا صعب؟ سهل. طيب دكتور، يعني زي المثال بتاع الاول اللي هو الاي لود ده نفس الشيء، بس هنا بدل ما كنت بحط اي لود خدت الخارج بس حطه على اللي بعدها. تمام كده، الخارج اللي قبلي، اللي قبل على الشمال. عشان انا عايز اعمل شيفت رايت. كمان يا دكتور لو احنا كنا عاوزين نعمل اللي هي الار رايت اللي هو الروتيت. اصبر يا راجل، الروتيت رايت عارف الفرق بينها وبين الروتيت رايت ايه؟ هاخد الاخر واوصله في الاول. الله ينور عليك، طب ما انت حلو اهو. هاخد الخارج ده هنا اوصله هو على الفيل ان، فيروح جاي نازل هنا، ده الروتيت رايت. طيب ماشي، اسمك ايه يا باشا؟ عبد الرحمن السيد. عبد الرحمن السيد، ماشي يا عبد الرحمن، شكرا، فكرني برضو في الاخر اللي بدرجتين زياده. ماشي طيب، ده الروتيت رايت، ان انا هاخد اللي بيقع ده بدل ما يقع ارجعه هو اعمل بيه في الان. طيب جميل جدا. طيب افرض بقى دلوقتي ده سؤال يجي في الامتحان، تيبيكال يجي في الامتحان، عايز اعمل كام وظيفه يا شباب؟ ديزاين، هجيبه لك كده، ديزاين ا مالتي فانكشن ريجستر، لو جبته يعني، تو دو ذا فولوينج تاسكس، لود شيفت ليفت شيفت رايت، او هنا قلت له لود شيفت كلير، وممكن ما اقولش منتين، اي حاجه، اي ريجستر الوظيفه الاولى فيه سواء انا قلت او ما قلتش هي وظيفه الريتين او المنتين البريزنت فاليو، احافظ على القيمه اللي عليا دي الوظيفه الاولى. اوكي يا شباب، بعد كده نبدا نتكلم. تعالى بقى قبل ما نتكلم انا اجيب لكم وايت سكرين ونشرح عليها المساله، هحلها معاكم اهي حالا. ولا بلاش وايت سكرين، نجيب ده ونجيب علشان لو هنعوز نحلها. طيب شباب، عايزين نعمل ريجستر بيعمل ايه؟ بيعمل مثلا، انا هقول لك كده، بيعمل وظيفة رقم واحد منتين، الوظيفة الثانية قال لك الوظيفة الثانية مثلا شيفت رايت، الوظيفة اللي بعدها شيفت ليفت، الوظيفة اللي بعدها بارل لود. ماشي يا شباب، لو انا ما قلتش منتين حضرتك بتحطها في الاول وخلاص، ده لازم، دي لازم تبقى موجودة. طيب اوكي، حضرتك دلوقتي ايه الفرق؟ عايز تعمل التركيب الداخلي بتاعها الاربعة بت، فهتقول لي ايه؟ هتقول لي سهلة. سهلة يا دكتور. عايزين نعمل التركيب الداخلي بتاعها. هو ده ما بيتحركش ليه؟ ده عشان انا بكتب بحاجة تانية، اوكي مفيش مشكلة. التركيب الداخلي بتاعها ادي دي فليب فلوب، ادي دي فليب فلوب، ادي الدي وادي الكيو، واحد اتنين دي وادي الكيو، ركزوا يا شباب عشان مهم قوي دي، التالت دي وادي الكيو، الرابع
بس كفاية اعمل لي 4 بت وخلاص، عشان ده الستاندرد بتاعنا دي وادي الكيو. حضرتك بتقول لي، بقول لحضرتك ان كلهم ليهم نفس الكلوك، كلهم لو بوزيتيف ايدج مع بعض او نيجاتيف ايدج كله يبقى نيجاتيف ايدج، على حسب كله بوزيتيف ايدج مش فارقه، اتس اب تو يو، وكلهم هيوصلوا على نفس الكلوك. ليه كلهم هيوصلوا على نفس الكلوك؟ علشان خاطر لما يجي كلوك كله يعمل نفس الاكشن مع بعض. واحد ما ينفعش واحد يشتغل واحد ما يشتغلش، لا كله يشتغل مع بعض ويطفي مع بعض، فده اسمه هوموجينيوس سيركت. هوموجينيوس يعني متجانسه مع بعضها. طب وبعدين بقول لحضرتك هنا بقى، لما كان عندي وظيفتين بحط مالتيبلكسر، مالتيبلكسر له داخلين صح. طب حضرتك دلوقتي عندي كام وظيفه عايز افرق بينها، عايز اقلب بين كام وظيفه اهي؟ 4. هحط مالتيبلكسر له كام دخل؟ هيبقى 3 في 4. يا راجل مالتيبلكسر له كام دخل؟ انا ماليش دعوه 3 في 4 ولا مش عارف له كام دخل. هيبقى ليه دخل؟ هتلاقي المالتيبلكسر بتاع حضرتك له 4 دخل عشان 4 وظائف، صح ولا لا؟ المالتيبلكسر اللي له 4 دخل بيبقى له كام سيلكتور؟ 3 صح؟ يا راجل له كام سيلكتور يا شباب؟ 2 اس 2 4، يبقى الاس ده هو السيلكتور، له 2 سيلكتور، فكلهم هيوصلوا على نفس السيلكتور اللي هم مثلا اس 1 اس 0. فانا كان الاولى بيا من الاول ان انا اروح اقول له انا عندي 4 وظائف عايز افرق بينها، يبقى هستخدم لهم متغيرين عشان افرق بينهم، لو قيمتها بصفر صفر هعمل منتين، لو قيمه الاس 1 والاس 0 بصفر واحد هعمل شيفت رايت، لو قيمه 1 صفر هعمل شيفت ليفت، لو قيمه 1 1 هعمل باريل لود. ده من الاول، بس هي ما انا عملتها. لو الاس 0 والاس 1 بصفر صفر ايه اللي بيحصل؟ يعمل حفظ منتين. هتلاقي المالتيبلكسر بتاعك يوصل على السلك رقم صفر، المالتيبلكسر بتاعك يوصل على السلك رقم صفر، المالتيبلكسر بتاعك يوصل على السلك رقم صفر، المالتيبلكسر بتاعك يوصل على السلك رقم صفر. حضرتك بقى على السلك رقم صفر عايز تعمل وظيفة ايه؟ منتين. انت بتعرف تعمل وظيفة منتين؟ هتقول لي اه. اقول لك ازاي؟ تقول لي سهل، وصل كل سلكة كل خارج على السلكة رقم صفر بتاعتها، عملت منتين اهو، اخد الخارج اوصله على الدخل بتاعي عملت منتين، الخارج اوصله على الدخل بتاعي عملت منتين، الخارج اوصله على الدخل بتاعي عملت منتين، يبقى خلصت وظيفة منتين. اوكي. لو الاس واحد والاس زيرو بزيرو واحد ايه اللي بيحصل؟ فقال لك هروح اعمل سيلكت الايه للسلكه اللي بعدها دي، السلكه اللي بعدها دي، السلكه اللي بعدها دي، السلكه اللي بعدها دي، مالتيبلكسر يروح يعمل سيلكت السلكه اللي بعدها، اعمل عليها وظيفه شيفت رايت يا باشا. شيفت رايت دي معناها ايه؟ مين يقول لي؟ القيمه بتترحل لليمين واخر قيمه معانا بتقع. بس يبقى حضرتك بتعمل ايه؟ حضرتك كل وظيفه بتعرفها على حده بتشتغل ازاي، بس بتعملها على سلكه واحده بتتكرر على كل البيزك سيلز التانيين. يعني ايه؟ يعني الكيو دي، بص بص انا ماشي اهو، الكيو دي بدل ما اخدها من تحت ما توصلها من فوق، ما هي هي، اخدها اشفتها يمين ادخلها على السلكه رقم 2 فتطلع على الخارج، الكيو دي اخدها ادخلها على السلكه رقم 2 فتطلع على الخارج، الكيو دي اخدها ادخلها على السلكه رقم 2 فتطلع على الخارج، والخانه اللي على اكثر الشمال دي هعمل لها فيل ان، ماشي؟ فيل ان بتاع مين؟ بتاع الشيفت رايت. لو كان روتيت هرجع الكيو دي ارجعها عليها. اوكي يا شباب. اللي بعده، اللي بعده، السلكه اللي بعدها على المالتيبلكسر هعمل عليها ايه؟ شيفت ليفت. مين يقول لي شيفت ليفت بتشتغل ازاي؟
عكس الرايت باخر قيمه بتبقى اه هبدا من هنا، انا هبدا من هنا ماشي، هاخد الخارج ده اوصله على السلك رقم 3 للي جنبها على الشمال فتنزل على الخارج، واخد الخارج ده، دي كلها نفس السلك يا شباب اهي، دي كلها نفس السلك اهي، اخدها اوصلها على اللي بعدها فتنزل على الخارج، واخد دي اخدها اوصلها على اللي بعدها فتنزل على الخارج بتاعه. وبعدين لما انا زقيت يا شباب، البيتس ناحيه الشمال، ايه اللي حصل؟ قال لحضرتك السلكه دي فضلت ممكن اعمل بيها فيل ان بتاع مين؟ بتاع الشيفت ليفت. واخر سلكه في المالتيبلكسر حضرتك هتعمل عليها اخر وظيفه، اخر وظيفه عند حضرتك اللي هي وظيفه مين؟ بارل لود. فاكرين بارل لود كانت عباره عن ايه يا شباب؟ كانت عباره عن ايه؟ بندخل عليهم الاي انبوت عادي خالص، بسميه اقول له اي زيرو ده قيمه انبوت، ممكن احطه ادخله وادي سيجنال واقول له اعمل بارل لود يعديه على الخارج، فاقول له هاجي هنا اقول له ده اي زيرو، ده اي واحد، ده اي اتنين، ده اي تلاته، بس خلصت المساله. فانا بطالب حضرتك في الامتحان يبقى معاك الوان، معاك يعني ثلاث اربع ثلاث الوان مثلا عشان تعرف تعمل دي، اعرف امشي وراها. لو برضه هتعملها بلون واحد هعرف امشي وراها، بس يعني ما يفضلش يعني. اوكي يا شباب؟ الفاينل ده هنكتبها ازاي؟ لا ارسمها كده زي ما انا رسمها، انا هعرف اعلمها ما تقلقش. انا بعلمها ازاي؟ بروح اقول خلاص انا الوظيفة الأولى منتين يبقى منتين صح. الوظيفة اللي بعدها مثلا تعالى نعملها هنا بالأخضر، الوظيفة اللي بعدها شيفت رايت، تعالى كده شوف رايت، خدت دي وديتها يمين، خدت دي وديتها يمين، يبقى شيفت رايت صح. أنا بعلمها كده إنك أنت عامل الوظيفة صح، فأنت اعملها وما تقلقش أنا هعرف أعلمها. اوكي يا شباب؟ طيب لو جيت قلت لك اعمل بري اللود بس قيم اللود كلها صفار، يعني رست الاوت، هتعمل ايه؟ بدل ما هتقول لي اي زيرو هتقول لي اي زيرو قيمته بكام؟ بصفر. اي واحد قيمته برضه بصفر. اي اتنين قيمته برضه بصفر. احط اي تلاته قيمته بصفر، فانا بقول لك اعمل بري اللود بقيمه انا عايزها صفر. يجري حاجه؟ كده حضرتك انا خلصت الجزئيه بتاعت المالتيبلكسر. ده سؤال مالتيبلكسر اهو بيعمل اربع وظائف. الوظيفه الاولى يا شباب 200 عمل ايه؟ خد الخارج وصلوا على الدخل، خد الخارج وصلوا على الدخل، خد الخارج وصلوا على الدخل، خد الخارج وصلوا على الدخل. لازم تقول لي جوه دي ان دي مالتيبلكسر يا شباب ماشي، وده اتنين سيلكتور اللي هم مين؟ اللي هم اس 1 واس 0 هم اللي بيأثروا هنا. طيب اللي بعدها قال لك عامل وظيفه بارل لود، بارل لود يعني ايه؟ ها السلك اللي بعدها بارل لود، بارل لود، بارل لود، بارل لود، انبوت اندبندنت كده من بره بيجي لي. طب اللي بعدها شيفت رايت، واللي بعدها شيفت ليفت. عمل الشيفت رايت ازاي؟ اهي يا شباب اخذ القيمه دي دخلها هنا فنزلت رايت، اخذ القيمه دي دخلها على السلك رقم 2 فنزلت رايت، اخذ القيمه دي دخلها على السلك رقم 2 فنزلت رايت، يبقى ده الفيل ان بتاعها. اللي بعدها شيفت ليفت عمل ايه؟ اخد القيمه دي خدها دخلها على السلك رقم 3 فنزلت ليفت، اخد القيمه دي هي هياها يا شباب اهي، دخلها على السلك رقم 3 فنزلت تحت، نزلت ليفت، اخد السلك القيمه دي دخلها على السلك رقم 3 فنزلت ليفت، وبعدين ده كان الفيل ان بتاعها بتاع الشيفت ليفت. حلو الكلام؟
مشكلة؟ شباب المسألة دي فيها مشكلة؟ تمام. تمام. المسألة المفروض كان ليها جزء كمان، سيبك منه مش هطلبه منكم، أنا لقيت إن الوقت زاد مش هطلبه منكم. ماشي، إحنا دلوقتي هندخل على الجزئية اللي بعدها. يبقى السلايد دي سيبك منها، السلايد دي سيبك منها. جاست كده. اوكي، ده اول جزئيه. المفروض انا فاضل لي جزئيتين، مش عارف هنلحق نقول الاثنين هتقدروا تستوعبوهم ولا ادي واحده بس، انتوا رايكم ايه؟ واحده بس. واحده بس يا دكتور، انتوا لو بتطيروا هتعبنا كده والله يا دكتور. ماشي يا شباب مفيش مشكلة، خليني أشرحها، هشرح الاثنين وانتوا اختاروا واحدة منها بس اللي تيجي في الامتحان. حلو كده؟ هنكمبرمايز الموضوع، أنا عايز أشرح الاثنين وواحدة بس منها حضراتكم تختاروها تيجي في الامتحان. أنا هجيب لكم الريجستر عشان الريجستر سهل، سهل قوي ما فيهاش اختراع، هجيب لكم الريجستر بإذن الله. بس ممكن بدل ما اطلب والاثنين دول هتسجلهم يا دكتور ولا دلوقتي؟ ولا سجلهم دلوقتي حالا برضو، هنكمل يعني. ماشي يا شباب؟ اوكي تمام تمام. ماشي، انا دلوقتي اي دايره فيها حاجه سيكوينشال بتبقى موجوده هنا، اللي داخل لها كلوك ده هو الفليب فلوب بتاعي. قبليه ممكن يبقى فيه دايره تحدد ايه هي الدخل عشان يبقى موجود على الخارج بتاع الفليب فلوب، بس مش ده الخارج اساسا اللي بيظهر قدامك وبينور في الشوارع، يعني مش دي الانوار اللي بتنور في الشوارع. ممكن يبقى الاستيت بتاع الفليب فلوب داخل على دايره كمان تطلع لي شكل الخارج بتاعي وينور لي لوند ويعمل لي حاجات شكلها حلو في الشارع. فاذا دلوقتي الديزاين عباره عن ايه؟ في هنا فليب فلوبس، وفي هنا دوائر كومبيناشنال قبل وبعد. اللي قبل دي بسميها النكست ستيت لوجيك، اللي بعد دي بسميها الاوتبوت لوجيك. فقال لك في عندنا تو ابروتشز للدوائر بتاعتنا بتاعه السيكوينشال. انا يهمني في الاول وفي الاخر الخارج، صح؟ الاوتبوت صح؟ يهمني الخارج. بيقول لك الخارج ممكن حضرتك تعمل ديزاين بحيث ان الخارج يعتمد على الستيت بتاع الفليب فلوب، خارج الفري فلوب يعني، وكذلك على قيمة الدخل. يبقى هنا الخارج بتاعك فانكشن في ايه؟ فانكشن في الدخل ومين؟ والستيت. وفي الحالة دي الديزاين ده بنقول عليه ميلي ماشين. ميلي ده الراجل اللي قدمه لنا واخترعه سماه باسمه ميلي ماشين. الخارج يعتمد على الستيت والدخل. واحد تاني ممكن يقول لك ايه؟ لا، انا هخلي الخارج بتاعي يعتمد على الستيت بس فقط لا غير. وفي الحاله دي الديزاين ده بسميه ايه؟ مور ماشين. اوكي؟ اوكي، يبقى في طريقتين للديزاين. واحد يقول لك انا الخارج هيعتمد على الستيت بتاع الفليب فلوب، ده الفليب فلوب يا شباب، ماشي؟ واحد يقول لك لا، الخارج يعتمد على الستيب بتاع الفليب فلوب وكذلك على الدخل اللي داخل لي من بره. هقول لك حاضر، كل الطرق تؤدي الى ايه؟ الى روما. هناخد مثال، بس قبل ما اخد مثال هنراجع مع بعض على المعادلات. المعادله دي بتاعه تي فليب فلوب ويز انيبل، اللي هي كانت عباره عن ايه؟ اكس اور ما بين مين؟ ما بين الانيبل ومين؟ والكيو. او ما بين التي، لو سميت الانيبل تي ما بين التي والكيو مش فرق. وده المعادله دي بتاع مين؟ الدي فليب فلوب اللي هو كيو نيكست يساوي دي. سيبك من الباقي. حلو الكلام؟ يبقى انا يفرق معايا دي ويفرق معايا دي فقط لا غير. استنتجناهم قبل كده.
طيب هناخد مسألة، مسألة دي ممكن تيجي في الامتحان، بس أنا هسهلها لكم شوية لو هجيب زيها في الامتحان. عارف الصعوبة هنا إيه؟ الصعوبة إيه يا شباب؟ هو ده فليب فلوب نوعه إيه؟ حد يرد عليك؟ لا نوعه إيه؟ فليب فلوب ولا اقل من 18 ايه في البيع عشان المسلسل ده بقول لك هو اصور الفيديوهات ايه احطها عندي انا لا اله الا الله طيب ما فيش مشكله الله يسامحكم يا شباب بوظت الفيديو طيب ده دي فليب فلوب انا عارف وظيفه الدي فليب فلوب صح كيو نيكست يساوي ايه يساوي يا شباب يساوي دي يساوي دي صح اوكي يعني وريفر القيمه اللي هتبقى هنا هاخدها اقول هي هيها الكيو بتاعتي كيو زيرو نيكست وبرده اللي تحت بالمثل ده دي فليب فلوب ايا كانت القيمه دي هاخدها هي هيها احطها هنا فاللعبه انك حضرتك تقرا المعادله بتاعت القيمه دي اقرا تروح تقرا دي عباره عن ايه؟ عباره عن كيو 0 داش مضروبه في الانيبل الكل داش الكل داش تاني في نفي اثبات اور مع اقرا دي تقول لي ان دي عباره عن كيو 0 مضروبه في الانيبل داش يبقى ده عباره عن اكس اور ما بين الكيو 0 والانيبل بس بكل بساطه انا يا عم انا يا عم هسهلها لك لو هجيب حاجه معقده كده هديك المعادله حلو الكلام لو هجيبها حاجه سهله تعرف تتقري هخليك انت تقراها ماشي يا شباب يعني ممكن اجيب لك دي في الامتحان هي هياها بس هدي لك الايه المعادله دي واقول لك إن معادلة الجزء اللي فوق دي عبارة عن إكس أور ما بين الإنيبل والكيو زير ومعادلة الجزء اللي تحت دي عبارة عن إنيبل داش مضروبة في كيو 1 زائد إنيبل مضروبة في الإكس أور ما بين كيو 1 وكيو زير لو رحت استنتج لها هتلاقيها بنفس القيمة دي الكلام ده قديم مش جديد يبقى حضرتك أنا عايز منك إيه؟ أنا عايز منك أعرف الكيو نيكست دي قيمتها بكام؟ هتقول لي الكيو 0 نيكست يساوي الدي 0 الإنبوت بتاعها يساوي إيه يا عم؟ أهي 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 ما الدي 0 أهي يساوي إكس أور ما بين الإنيبل ومين؟ والكيو 0 بس وتقول لي الكيو 1 0 عبارة عن إيه؟ أول حاجة عليها درجات دي تقول لي هي عبارة عن الدي 1 بتاعتها كيو عبارة عن دي عشان ده دي فليب فلوب يساوي ايه؟ يساوي انيبل داش مضروبة في كيو 1 زائد انيبل مضروبة في الاكس اور ما بين كيو 1 وكيو 0 واقول لحضرتك تعرف تعمل الترو ستيبل بتاعها تقول لي ايوه اعرف اعمل الترو ستيبل بتاعها دي الخطوة الثانية هنعمل ترو ستيبل لايه؟ للمعادلات دي بس خلصت مش كده بس ده مساله اناليسز اناليسز يعني ايه يعني انا بدي لك الانبوت حضرتك تروح تجيب الخارج لا ده الخارج اللي في النص ده الستيت ومنها تجيب الخارج الخارج ده وليكن حاجه بتنور اسمها ماكس عباره عن ايه مين يقول لي اند انيبل ما بين الانيبل ومين كمان في الكيو في الكيو 0 والكيو 1 بس والكيو 0 والكيو 1 بس تعرف ترسم دي كمان في الترو ستيبل اعرف اعملها في الترو ستيبل خلصنا المساله بس خلي بالك الاند دي ما بين الكيو 0 مش الكيو 0 نيكست والكيو 1 مش الكيو 1 نيكست ده غلط ما تكتبهاش ليا نيكست اصل دي داله ايه كومبايناشنال ولا سيكوينشال فاكرين بدايه المحاضره كومبايناشنال بقول لك الخارج يعتمد على الداخل الحالي اللي هو كيو 0
وكيو واحد الحالي. انما دي لو كانت سيكوينشال كنت هقول لا نيكست بقى وحاجات زي كده، عشان كده السيكوينشال بس هو اللي بجيب لها النيكست فاليو. ماشي؟ يبقى من الرسمه ايا كانت الرسمه دي ايه، انا ممكن اسهل لك في الامتحان وما اجيبلكش الخارج يا عم، اجيب لك رسمه من غير خارج، يجرى حاجه سهل. هتقرا المعادله بتاعه الدخل وتشوف ده نوعه ايه، دي فليب فلوب، تقول لي معادلته اهي كيو 0 نيكست يساوي الدي بتاعتها اللي اسمها دي 0 اللي هي بلا 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 لسه قاريها، وتروح تشتغل عليه. طيب حضرتك هتعمل ايه تاني؟ هتاخد المعادلات دي وتروح تعمل تروث تيبل. تروث تيبل دي ما بين مين ومين؟ تروث تيبل ده اسمه بريزنت ستيت، بريزنت امبوت، نيكست ستيت، بريزنت اوت. يعني من الاخر ده الدخل بتاعها، الدخل بتاع الدايرة اللي فاتت دي كان عبارة عن إيه؟ الحالة العادية Q0 وQ1 مع الـ Enable كدخل علشان أروح أعرف الـ Next State، اللي هي ما دام في Q1 يبقى في Q1 Next لها، ما دام في Q0 يبقى في Q0 Next لها. وسيبك من الماكس دلوقتي، أصبر حاضر، سيبك من الماكس دلوقتي. تعرف تعملها يا شباب؟ روح اعمل اكس اور ما بين الانيبل وكيو 0، هات كيو 0 نيكست، يعني هنا احنا هنطلع كيو 0 نيكست دي. اعمل اكس اور ما بين مين؟ ما بين انيبل وكيو 0. حاضر، 0 و0 على اكس اور و0، 0 و1 على اكس اور، ها 1 و0 على اكس اور ب1، 1 و1 على اكس اور ب0، اند سو اون، طلعنا القيم كلها. تعرف تطلع اللي بعدها؟ اعرف بس صعبه شويه يا دكتور علي. اقول لك حاضر حاضر ماشي. القيمه دي مش دي اند يا شباب؟ تقول لي اه. اقول لك الاند ده امتى بواحد؟ لما الانيبل بصفر والواحد بواحد. لما الانيبل بصفر والكيو واحد بايه؟ بواحد. واحد. لما الكيو واحد بواحد يعني هنا في الاربع قيم دول، والانيبل بصفر يعني هنا وهنا، في الحالتين دول حطيتهم بواحد. خلاص خلصت. اللي بعدها دي برضو في الكهرباء بحيث يبقى معاك اند. يعني ايه انيبل؟ يعني الجزء ده عباره عن انيبل مضروب في ايه؟ ده اكس اور ما بين كيو واحد وكيو زيرو، صح؟ فك الاكس اور، كيو واحد كيو زيرو داش زائد انيبل برضو مضروبه في كيو واحد داش كيو زيرو. وهاجي هسألك سؤال، نعم الاند دي بواحد امتى؟ لما الاي ان تكون بواحد والكيو واحد بواحد والكيو صفر بصفر، يعني اكس اور يبقى تطلع واحد والاي ان لازم تكون بواحد. يعني كده الكيو زيرو بصفر ومين؟ و الكيو واحد بواحد ومين كمان؟ والانيبل بواحد، يعني في الحاله دي صح؟ طلعت واحد. اللي بعدها انت امتى بواحد؟ ها؟ لما الانيبل بايه؟ واحد. الدائره كلها تبقى انيبل في كيو واحد اكس اور كيو يا عم ماشي. لو انت مش عارف تحسبها مره واحده قسمها لاندات واحسب كل اند لوحدها، كيو واحد بزيرو وكيو زيرو بواحد. فين دي يا شباب؟ اهي الصف الرابع. مش هي دي عباره عن الكيو واحد نيكست؟ غير كده يبقى ايه؟ يبقى صفر، يبقى صفر، يبقى صفر، يبقى صفر. يبقى انا خلصت دلوقتي الجدول ده خلص، وده تاني مطلوب بينطلب منك. اول مطلوب بقول لك اوجد المعادلات بتاع النيكست ستيت وبتاع الاوتبوت، تاني مطلوب الجدول. طب الاوتبوت، الاوتبوت ده اند ما بين مين؟
وعشان ما تتلخبطش ما بين مين الانيبل والكيو واحد والكيو زيرو اللي هم دول، مش ما بين كيو واحد نيكست ولا كيو زيرو نيكست، اعمل اند ما بينهم هيطلع لك في الاخر ايه واحد والباب ايه بصفر. بعد كده اقول لك الجدول ده صعب قوي ان انا اتعامل معاه، ما تيجي تعملها لي على على هيئه شكل كده جميل. اقول لك حاضر هعملها لك. هو ده الستيت دي كام؟ كي 1 وكي 0 دي كام؟ الاثنين دول ثابتين صح؟ بكام؟ بكام يا شباب؟ 0 ب 0 0 صح؟ 0 0 اقراها لي، اقراها لي بس باينري 0 0 هنا بكام؟ 0 1 0 1 هنا بكام؟ 1 0 1 0 هنا بكام؟ 1 1 1 1 هرجع تاني اقف عند كل حاله من الحالات دي هنا مثلا، اقول له يا هندسه انا كنت ستيت 0 0 يعني فين؟ يعني هنا صح؟ لو جالي انبوت صفر اروح فين؟ الستيت 0 0 تاني لنفسي. حاضر، لو جالي انبوت صفر هروح لنفسي. حاضر، حلو الكلام. طب اللي بعدها، انا ستيت 0 0 لو جالي انبوت واحد اروح لمين؟ للستيت اللي اسمها ايه؟ اسمها يا شباب 0 1 0 1 اهو. لو جالي انبوت واحد اروح للستيت اللي اسمها 0 1 بس، واكرر نفس العمليه دي عند الباقي. انا عند ستيت 0 1 يعني هنا، لو جالي صفر افضل عند نفسي. يبقى بترجمها بس الرسمه، لو جالي واحد اروح لمين؟ لواحد زيرو. واحد زيرو اللي هي دي. حاضر، اعمل سهم يروح من زيرو واحد لواحد زيرو ومكتوب عليه الانبوت اللي اسمه واحد بس. اللي بعده، انا عند ستيت واحد زيرو لو جالي صفر افضل عند نفسي. طب الحمد لله، لو جالي واحد اروح فين؟ لواحد واحد اهي. طب اللي بعدها، انا عند ستيت واحد واحد دي لو جالي صفر اروح لواحد واحد لنفسي. لو جالي واحد اروح لايه؟ للزيرو زيرو. عارفين اللي انا عامله ده اسمه ايه؟ اسمه ستيت ترانزيشن دايجرام. ده المطلوب اللي بعده في الامتحان، بطلب منك تعملها على هيئه رسمه. فيها مشكله دي بما انك معاك التروث تيبل بنفس الشكل ده يا دكتور؟ بنفس الشكل ده بالظبط، بس على حسب طبعا المساله. الترانزيشن ده بيختلف مين بيروح لمين، انت بتترجمها لمساله لرسم. فيها مشكله يا شباب كمساله؟ يعني يا دكتور اجيب المين تيرم او الماكس تيرم واعمل بكي ماب وكده؟ مفيش لا مين تيرم ولا ماكس تيرم، انا قريتها يا عم. انا مالي ومين تيرم وماكس تيرم؟ يعني اعمل الرسمه بنفس الشكل اللي حضرتك عامله ده بالظبط بس، وتيجي تقول لي كده ان بتوين بيني وبينك يعني جوه الدايره انا ذاكر الكيو واحد بعدها كيو زيرو بنفس الترتيب بتاع ده. على السهم انا حاطط الانبوت اللي اسمه انيبل، بس انا هنا نسيت امثل الخارج. مش ده كان ملي؟ ملي يعني ايه؟ يعني الخارج يعتمد على الستيت وكمان على ايه؟ الدخل. فانا هقول له هاجي تحت الدخل كده اشد خط واحط الخارج. طيب ايه اللي انا عملته دلوقتي ده؟ بقول له دلوقتي انا كنت عند 0 0 اللي هو هنا، لو الانبوت صفر خارجي كان صفر اهو. لو الانبوت صفر خارجي كان صفر. لو الانبوت صفر خارجي كان صفر. طب لو الانبوت واحد خارجي ايه؟ صفر. عند ستيت 0 1 لو الانبوت صفر اللي هي دي خارجي كان صفر اهي.
طب عند ستيت 0 1 لو الانبوت 1 خارجي برضو ستيل 0. اللي بعده 0، اللي بعده 0 لحد ستيت 1 1 هناك الانبوت 0 كان خارجها 0، الانبوت 1 خارجها ايه يا شباب؟ 1. لو انا في الامتحان اساسا ما جبتلكش الخارج يبقى ما ترسمش دي، دي ما تتعملش بس. ماشي يا شباب؟ سهلة ولا صعبة؟ المفروض اهي من التروث تيبل ده بعمل الشكل بتاعي الجميل اللي انا لسه عامله قدامكم من شوية، واقول له اللي جوه ده كيو 1 كيو 0، واللي على السهم الانيبل كدخل، والماكس تحتيها كقيمة الخارج. المفروض الستيب رقم 4 بستعين انا بقى بالستيب ترانزيشن دايجرام ده، وادي لك قيمه دخل وانيشال فاليو للخارج، وتعمل لي بقيه الاناليسيس بتاعه المساله. هشرحها لكم بسرعه كده بس مش هجيبها في الامتحان. ماشي؟ يعني دي مش هجيبها في الامتحان عشان ما اوجعش دماغك. ماشي يا شباب؟ طيب انا لو اديتك initial value q0 و q1 سوري احنا كنا بنقراها q1 و q0 ولا q0 و q1 قبلها؟ q1 وراها q0. q1 وراها q0. شباب نعم. فل الصوت يا شباب. q1 وراها q0. حد عايز حاجة؟ كيو واحد وراها كيو زيرو، القيمة دي صفر والقيمة دي صفر، بتبقى initial بتبقى given. ولما يجي لي positive H أروح أقول له هو الانبوت بتاعي دلوقتي كام؟ تقول لي الانبوت بتاع حضرتك زيرو. أقول لك حاضر. أنا لو هقرا كيو واحد كيو زيرو بنفس الترتيب كده صفر صفر، يبقى انا موجود عند الحاله دي اللي اسمها صفر صفر. لو عندي انبوت صفر مش انا النكست ستيت هي هيها الكرنت ستيت، بلف وارجع لنفسي، يعني القيمه الجديده ستيل زيرو زيرو. طيب جالي كلوك كمان قريت الانبوت زيرو، انا عند صفر صفر، لما يجي لي صفر افضل زي ما انا. طب هنا جالي كلوك كمان اهي، الانبوت دلوقتي بقى ايه؟ بقى واحد. روح اقف هنا وطبق، هو لو الانبوت بواحد هتعمل ايه حضرتك؟ هتروح تمشي للحاله اللي اسمها صفر، يبقى دي تكمل صفر بس ده يتقلب يبقى واحد. طب اللي بعدها صفر واحد، وجالي انبوت كمان عند الكلوك، الانبوت بواحد صفر واحد، لو الانبوت بواحد روح لواحد زيرو، فده اللي يتقلب يبقى واحد وده يتقلب يبقى زيرو and so on. يبقى كده قدرت اعمل الاناليسيس بتاعتي بتاع كل نيكست ستيت. والماكس ما هو الا حضرتك هتعمل ايه؟ هتعمل الاند ما بين القيم كلها وبعضها، صفر وصفر وصفر على اند بصفر، صفر وصفر وصفر على اند بصفر، لحد ما تبقى هنا واحد وواحد وواحد على اند بواحد. مش فارق معايا الجزئيه دي، مش هطلبها منك في الامتحان. اوكي؟ اللي احنا عملناها نكرره تاني، بس الفرق مين يقول لي الاختلاف هنا ايه؟ انا طلبت مور موديل. الفرق ده هو هو، ده هو هو ما اتغيرش. الفرق ان الخارج بتاعي اصبح بيعتمد على مين؟ على الستيت فقط لا غير. عشان كده ده مور. أصبح الخارج بتاعي عبارة عن AND ما بين مين؟ ما بين Q0 وما بين Q1 فقط لا غير. دي سؤال تاني، أنا هجيب واحدة بس في الامتحان. ماشي يا شباب؟ قريت المعادلات، المعادلة دي هي هيها بتاع المسألة اللي قبلها، ودي هي هيها بتاع المسألة اللي قبلها. الاختلاف هنا في إن الماكس عبارة عن AND ما بين Q0 وQ1. رحت قلت له اعمل لي البريزنت ستيت نيكست ستيت تيبل، البريزنت ستيت
present input، next state output. الشكل ده هو حضرتك يا دكتور غيرت المعادلات؟ اقول لك لا، يبقى نفس القيم. امال حضرتك ايه اللي اتغير؟ الماكس فقط. هيبقى عباره عن اند ما بين كيو 0 وكيو 1. قبل كده كان 0 0 0 0 0 0 0 0 وفي الاخر بس 1 عشان كان داخل معاها الانيبل كمان في الاند. المره دي هيبقى لا، انا مش فارق معايا الانيبل خالص في الخارج، انا بعمل اند ما بين التو ستيتس 0 0 على اند ب 0، 0 و1 على اند ب 0، 1 و0 على اند ب 0، 1 و1 على اند بايه؟ 1. شباب البريزنت ستيت نيكست ستيت تيبل نوعا ما زي اللي قبله، الاختلاف بس في الخارج. ما تيجي نعمل الدايجرام، الدايجرام هيبقى هو بتاع اللي قبله بالظبط. سيبك من القيمه اللي هنا دي الاول عشان اقول لك ايه هي دي كمان شويه. 0 0 لو جالها 0 تروح لنفسها اهي، 0 0 لو جالها 1 تروح ل 0 1 اهي، وهكذا 0 1 لو جاله 0 يروح لنفسه، لو جاله 1 يروح للي بعده. المساله بتاعتنا ما اختلفتش. امال الاختلاف ايه؟ الاختلاف هنا ان انا شغال مور، سوري الكلمه دي غلط، الكلمه دي مور. مور يعني ايه؟ يعني الخارج بيعتمد فقط على ايه؟ على الستيت. علشان كده رحت حطيت الخارج الماكس جوه الدايره تحت الستيت. ليه بقى؟ عشان خاطر لو تلاحظ حضرتك الستيت 0 0 خارجها بايه؟ بصفر في الحالتين. الستيت 0 1 خارجها بايه؟ بصفر في الحالتين. اهو 0 0 شديت خط وحطيت صفر تحت، وده الخارج بتاعي. 0 1 شديت خط وحطيت صفر تحت، وده الخارج بتاعي. 1 0 شديت خط وحطيت صفر بتاعي، ده الخارج بتاعي. 1 1 شديت خط وحطيت ايه؟ 1. وقلت له في الماب بتاعي ده كده مهم قوي انك ترسمها وتعرفني ايه اللي مكتوب جوه الدايره وايه اللي مكتوب على الخط على السهم. مكتوب جوه الدايره كيو 1 بعديها كيو 0 وتحتيها الماكس وعلى السهم انيب. بس ده الدايجرام. هنا برضو مسألة باني هديلك الانيبل، ده هيبقى جيفن كله على بعضه، والانيشيال فاليو بتاع الكيو 0 والكيو 1، وتروح من الدايجرام تعرف هو بيمشي ازاي وتعرف النيكست ستيت قيمته كام. والماكس هتبقى عبارة عن ايه يا شباب؟ عبارة عن يا دكتور، ما هي سيمبلي عبارة عن اند ما بين الكيوهات بس، ده بوحيد غير كده هيبقى بصفار بس، برضو مش هجيبها في الامتحان. يبقى قدامنا مسألة زي كده تيجي في الامتحان، او المسألة التانية الكاونتر. الكاونتر دي مسألة ديزاين. كاونتر يعني ايه يا شباب؟ ها عداد. عداد ده بيعد ازاي؟ بيعد ازاي؟ يا تصاعدي اب، يا تنازلي داون. العداد ده بيعد لو تصاعدي، بيعد يقول ايه؟ صفر. بعديها هيقول ايه؟ صفر صفر واحد. واحد حضرتك عملت انكريمنت باي 1. صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة لحد آخره كام؟ قال لك على حسب هو شغال في كام بت. لو شغال في 3 بت يبقى هيعد من صفر لايه؟ لسبعة، وبعدين يرجع تاني 0 1 2 3 4 5 6 7، 0 1 2 3 4 5 6 7، 0 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا. طب لو شغال 4 بت يعد من كام لكام؟ اقل قيمه تتمثل في 4 بت كام؟ 0 من 0 ل 15. اسم حضرتك ايه؟ مصطفى مجدي. مصطفى مجدي، فكرني يا مصطفى في الاخر. من 0 ل 15 عشان اكبر قيمه في 4 بت 15. يبقى هيعد 0 1 2 3 4 لحد ما يوصل 15، بعدين يرست نفسه تاني ويرجع 0 1 2 3 4 انسقن. ده العداد. العده اللي بعدها بتيجي امتى؟ كل ما يجي لي كلوك.
عشان كده ده كلوك، يجيب العدة اللي بعدها، كل ما يجي لي كلوك يجيب العدة اللي بعدها and so on. طب وبعدين يا شباب، افرض ده بيعد 0 1 2 3 4 بينكريمنت باي 1، عايز تنكريمنت باي 2 هتقول ايه؟ 0 2 4 6 8 10 12 14، وبعدين 0 2 4 8 6 10 12 14 and so on، تنكريمنت باي 3 0 3 9 12 15. نعم دكتور، هو لو عد ب 2 مش المفروض لو وصل 14 يعد 2 يبقى يقف؟ اه مظبوط. لا ما هو 16 دي 14 لما اجمع عليها 2 عايز اجيب القيمه 16، 16 دي محتاجه 5 بت مش 4، مش قلنا اخرنا 15 في ال 4 بت في السؤال هو انا كنت اقصد واحد بس نسيت ان الصفر لازم يتعدى برضو ثاني. ما فيش مشكله، على حسب، انا ممكن اقول لك ابدا من واحد يجري حاجه. تمام، البدايه هقول لك عليها في الكاونتر، النهايه هقول لك عليها في الكاونتر، وكمان هقول لك ايه النكست هتعد، هتزود واحد ولا هتزود ثلاثة. انا ممكن اقول لك ايه، ممكن اقول لك عد بالشكل ده 0 3 4 5 0 3 4 5 انسون، هتعمل ايه حضرتك؟ انا مش موحدها، انا مش موحد الكاونت اهو، مش موحد ان هنا هجمع 2 وهنا هجمع 1، انا مش موحد، ما يجريش حاجه، بس انا معرف حضرتك هو هيعد ازاي. هتقول لي العده صفر، اللي بعدها 3، اللي بعدها 4، اللي بعدها 5، اللي بعدها 0. حضرتك عارف انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انا قلت لك 0 3 4 5 وتكرر تاني. هي أكبر قيمة محتاجة كام بيت عشان تتمثل فيها؟ ثلاثة. ثلاثة بيت. هتقول لي العدة الأولانية صفر دي مثلها ثنائي يا دكتور، أقول لك حاضر، زيرو زيرو زيرو. اللي بعدها العدة رقم ثلاثة دي مثلها ثنائي يا دكتور، بتتمثل إزاي؟ زيرو مية واحد واحد. يا راجل مية؟ لا خلاص. أربعة تتمثل إزاي؟ مية واحد زيرو زيرو، المية جت أهي. وبعدين خمسة تتمثل إزاي؟ واحد صفر واحد. بعد الخمسة عايزك ترجع تقول صفر تاني، تقول لي أهو. عارف حضرتك اللي أنت رسمته قدامي ده عبارة عن إيه؟ الستيت ترانزيشن دايجرام، وده المطلوب الأولاني في المسألة. ايه ده؟ انت بتتكلم بجد يا دكتور؟ اقول لك اه والله بتكلم بجد. تاني حاجة، ممكن اطلب من حضرتك ايه؟ حاجة اسمها الترانزيشن تيب، ال بريزنت ستيت نيكست ستيت تيبل، بريزنت ستيت نيكست ستيت تيبل، يعني جدول التحقيق. هو انت هتسميهم التلاتة دول هتسميهم ايه؟ كيو 0 كيو 1 مثلا، او كيو 2 كيو 1 كيو 0 مثلا يعني. فهقول لحضرتك عندك كيو 2 كيو 1 كيو 0، ده الستيت صح يا شباب ولا لا؟ ده البريزنت ستيت. النكست ستيت تبقى اسمها ايه؟ ها مين يقول لي؟ اه بنفس الترتيب اللي انت كتبته هنا، اكتب نيكست، كيو 2 نيكست، كيو 1 نيكست، كيو 0 نيكست، صح يا شباب؟ حضرتك مطالب تعمل ايه؟ تعمل التروث تيبل ده. تعرف تعمل التروث تيبل اللي فيها 3 انبوت دي؟ هتقول لي اه، 0 1 0 1 0 1 0 1 صفرين واحدين صفرين واحدين، أربعة أصفار أربعة واحد. يا دكتور نعم، إيه بقى المطلوب؟ المطلوب من حضرتك تقول أنا عند ستيت 0 0 0 النكست ستيت بتاعتي ده مفيش إنبوت،
الكاونتر ده ملوش انبوت، مش لازم يجي له انبوت، جاست انه بيجي له كلوك يجيب العده اللي بعدها على طول. هو عارف من الدايجرام ده، بناء على الدايجرام اللي حضرتك عملته ده، لما انا 0 0 اللي بعده يبقى اسمه ايه؟ مين يقول لي؟ شباب، لو انا عند الستيت 0 0 0 وجالي كلوك، الستيت اللي بعدها بناء على الدايجرام ده مين يا شباب؟ ثلاثة. لا مش ثلاثة، مالها لي بالباينري. 0 1 1. العدة اللي بعدها هيعد يقول ثلاثة اللي هي 0 1 1. طب أنا عند 0 1 1 اللي بعدها 1 0 0 1 0 0 الله. واحد واحد. طب انا عند واحد، اصبر بس عشان في قيم غير مستخدمه، احنا عندنا هنا اربع قيم بس بنستخدمهم والباقي ما بنستخدمهمش. 1 0 0 1 0 1 تبقى 1 اللي بعدها يبقى 1 0 1. طب 1 0 1 والباقي كله صفار بقى، يروح ل 0 0 0 0 0 0 بس. طب الباقي ده حضرتك ما استخدمتوش اساسا صح؟ ليك الاحقيه انك تحطه دونت كير او انك تقول له القيمه دي انيشيالي صح؟ القيم دي قيم غير مستخدمه عندي، انيشيالي لو ظهرت لي في البدايه هخليها تروح لاول عده، هي اول عده مين؟ يبقى اي حاجه انيوزد ما استخدمتش هتروح لايه؟ لزيرو زيرو زيرو. يبقى دي هتروح لزيرو زيرو زيرو، مش لازم ترسمها على السبوره. 0 0 0 او تحطها لي دونت كير هقبلها منك برضو دونت كير. عارف ده ايه؟ ده تاني مطلوب في المسألة الهبلة دي. عارف تالت مطلوب ايه؟ ايه هي؟ اقول لحضرتك بقى اعمل ديزاين للدايرة بتاعتك باستخدام دي فليب فلوب. تقول لي دي فليب فلوب؟ ايه دي فليب فلوب ده يا دكتور؟ احنا خدنا ان دي فليب فلوب عبارة عن الكيو نيكست بتاعته يساوي الدي. لو انا عرفت ايه اللي بيبقى موجود هنا في الداخل بتاعها اطلعه في الخارج، يبقى اللعبه كلها ان انا اجيب قيمه الدي بتاعتي. اقول له سهل، الفليب فلوب ده الخارج بتاعه اسمه كيو 2 نيكست، انا عايز الداخل بتاعه. تقول لي ما هو هو دي 2، ده هو هو دي 1، ده هو هو دي 0. تعرف تجيب لي معادله للدي 2 بدلاله الكيو دي؟ كارنوف ماب. تعرف تجيب معادلة للدي واحد بدلالة دي كارنوف ماب؟ تعرف تجيب معادلة للدي زيرو بدلالة دي كارنوف ماب؟ خلصت المسألة. أنهي مسألة أحسن؟ أجيب لكم الكاونتر كديزاين، على فكرة اللي أنا قلتها لكم دي ديزاين، ديزاين دي هتلاقوها بالظبط عكس الستيبس بتاعت الأناليسيز اللي خدناها قبل كده. الأناليسيز دي كانت إيه؟ كنت أنا بدي لحضرتك إيكويشن، من الايكويشن بتروح تعمل التيبل، من التيبل بتروح حضرتك تجيب الدايجرام الستيت ترانزيشن دايجرام. هنا انا شرحت لك شكل مساله، منها قدرت تعمل الدايجرام، بعديها قدرت تبني التيبل، بعديها قدرت تروح على كل جزئيه في التيبل تقرا لها المعادله بتاعتها بكارنوف ماب وتجيب المعادلات وتقدر ترسمها. انا مش هطلب منك الرسم. انهي احسن لكم؟ اجيب لكم مساله مورو ميلي اناليسيز ولا اجيب لك مساله كاونتر ديزاين وخلاص؟ لو جت كاونتر هتبقى كده برضه يا دكتور؟ مش هتبقى، دي اصعب واحد على فكره. يعني انا ممكن اجيب لك اقول لك كاونتر بيعد تصاعدي، يعني ساعه ما هصعب قوي هعمل ايه؟ ساعه ما هصعب قوي قوي يعني اقول لك كاونتر بيعد 0 1 2 3 مثلا كده تصاعدي، او 3 2 1 0 تنازلي. تقول لي تصاعدي وتنازلي يعني شغال اب وداون مع بعض، هتعمل ايه؟ هتقول لي انا عندي متغير ام، لو الام بصفر اشتغل تصاعدي، لو الام بواحد اشتغل ايه؟ تنازلي. يلا نحلها. اكبر قيمه كام؟ 3. 3 محتاجه كام بيت عشان تشتغل فيها؟ 3 محتاجه 3 2 بيت.
انا مسهلها دي جايبها لك 2 بت اساسا، 3 دي بتتمثل في 2 بت. فقلت له العده الاولى صفر، العده اللي بعدها 1، اللي بعدها 2، اللي بعدها 3. التصاعدي لو ام بصفر بقى، لو ام بصفر يبقى العده كانت زيرو، اللي بعدها تبقى 1، تبقى ب2، من 2 تروح ل3، من 3 تروح لايه؟ لصفر تاني. طب لو تنازلي يا شباب، التلاتة هتروح لمين؟ لمين يا شباب؟ من الواحد الاثنين. التلاتة تروح للاثنين، والاثنين تروح للواحد. ده لو تنازلوا لو ام بواحد، والواحد يروح للصفر، والصفر يروح للتلاتة. واقول له ان ده عباره عن كيو واحد وراها كيو زيرو وعلى السهم موجود ام. تعرف تعمل لي التروث تيبل بتاع ده؟ اهو كيو واحد كيو زيرو، هنا في دخل بقى اللي هو الام. يعني الدخل في الاكشوال انبوت هنا في المساله مش هيبقى الستيت بس، هيبقى الستيت وكمان الدخل. فهنا في 8 احتمالات برضه، 0 1 0 1 0 1 0 1 وبعدين 0 1 0 1 4 0 4 1. حضرتك زي ما كان في كيو 1 هيبقى في كيو 1 نيكست، زي ما كان في كيو 0 هيبقى في كيو 0 نيكست. تقدر بدلاله الدايجرام ده تعمل لي التروث تيبل ده؟ صدقوا في المساله دي اسهل كمان، ان احنا كمان ما نعملش بالتروث تيبل من الدايجرام. هروح اقول له ايه؟ لو الام ب 0 ده اب 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 اب، تعال مثل الاب الاول اللي هو الاسهم اللي بالاخضر دي الاول، وبعد ما نخلص نبقى مثل الداون. لو انا كان العده 0 0 وانا اب، العده اللي بعديها يبقى اسمها ايه؟ 0 1. طب لو انا 0 1 وانا اب، العده اللي بعدها يبقى اسمها ايه؟ 1 0. طب لو انا 1 0 وشغال اب، يبقى اللي بعدها 1 1. طب لو انا 1 1 وشغال اب، يبقى اللي بعدها ايه؟ 0 0 0 0. خلصت الاب؟ هنعمل الداون. اقول لك حاضر. بص بص، انت نزلت تحت كده ما تتعبش نفسك وترجع تطلع من الاول تاني، لا اعملها من تحت لفوق بقى، الداون من تحت لفوق اسهل لك. لو انا العده 3 وانا شغال داون، اللي تحتها تبقى ايه؟ تبقى 2. طب لو انا العده 2 وانا شغال داون، اللي تحتها تبقى ايه؟ تبقى 1. طب لو انا 1 وانا شغال داون، اللي تحتها تبقى ايه؟ تبقى 0. طب لو انا صفر وانا شغال داون، اللي تحتها تبقى ايه؟ تبقى 3. صح ولا لا؟ تقدر تجيب لي معادله كيو 1 نيكست اللي هي هتبقى دي 1 لما انا اطلبك تعملها بدي فليب فلوب؟ تقدر تجيب لي معادله كيو 0 نيكست اللي هي هتبقى دي 0 بدلاله الثلاثه انبوت دول من كارنف ماب؟ مساله خلصت. اوكي يا شباب، حد عنده مشكله في الكاونتر؟ انا كنت مجهز شرح للكاونتر كان هياخد وقت اكتر من كده، بس لقيت ان ده اسهل بالنسبه لي. اديني شرحت لك الكاونتر الريجولر اللي بيعد 0 1 2 3، الكاونتر الريجولر اللي يعد 0 3 4 5 9 12 اللي هو الهوب بتاعته اللي هو القيمه اللي بتتجمع مش ثابته. اديني شرحت لك الكاونتر الاب، اديني شرحت لك الكاونتر الداون. هي دكتور اجابتي هتبقى التروث تيبل ولا ايه بالظبط؟ اجابتك هطلب من حضرتك اول حاجه الدايجرام. عملت الدايجرام اهبل. تاني حاجه التروث تيبل عملته خلاص. تالت حاجه المعادلات من كارنوف ماب.
بس، ودي مسألة ديزاين محترمة، بس أنا مرضتش أخش إن ديتيلز أوي، شرحتها لك كده بحيث إن حضرتك تبقى عارف يعني إيه ديزاين. جبت أسهل مسألة ديزاين عندنا اللي هي الكاونتر وشرحتها لك، بحيث دلوقتي إحنا قلنا إيه؟ دلوقتي قلنا الفليب فلوبس كلها وأنواعها هي واللاتش. تاني حاجة قلنا أبلكيشن عليهم اللي هو الريجستر بيعمل بيت ستورج. تالت حاجة قلنا مسألة أناليسيز أو مسألتين أناليسيز. رابع حاجة قلت مسألة ديزاين. أنا كده يا عم رضيت ضميري قدام ربنا إن أنا جبت لك من كل بستان زهرة شرحتها. بالنسبة للامتحان مش هنختلف، أنا الموضوع ما فيه، عايز حضرتك تبقى عارف التوبكس دي وعارف إزاي بنشتغل عليها. بالنسبة للامتحان ما فيهاش أدنى مشكلة، ما تقلقوش. دلوقتي تحبوا أجيب لكم مسألة ديزاين لكاونتر ولا أجيب لكم مسألة أناليسيز مور وميلي؟ كاونتر أسهل صح؟ أسهل صح؟ شفتوا شفتوا الخباثة بتاعتي برضه، أنا خبيث شوية. الكاونتر دي مسألة ديزاين، وعادة معروف إن الديزاين أصعب بكتير قوي من أناليسيز، بس اللي أنا عملته المرة دي إن أنا جبت لك أسهل مسألة في الديزاين وقلت لك نشتغل بيها. عارف بقى الابلكيشن بتاع حاجه زي كده تبقى ايه؟ اخد الاربعه بيت بتاع الكاونتر دول اوصلهم على بي سي دي تو 7 سيجمنت، واخدهم ال 7 سيجمنت دول اوصل السبعه اوتبوت دول اوصلهم على 7 سيجمنت، تلاقي قدامك اشاره المرور اللي موجوده وبتعد لك في الشارع. ده طبعا 4 بت، لو عدى 9 احط لها هنا ديتكشن كوركشن سيركت فتفصلها لي احد، وتفصلها لي كمان ايه عشرات، فيبدا يظهر لك الوقت بتاع الديلي اللي هو استنى ما تعديش اللمبه خضراء دلوقتي او اللمبه صفراء دلوقتي، استنى 20 ثانيه 19 18 17، ده كاونت. اوكي يا شباب، شكرا يا شباب. دكتور ممكن نحط في الاوت في الانبوت باتنز، وكل ما واحد يعمل ضغطه نعملها زي المحاضره اللي فاتت؟ لا باتون، لا الكاونتر بيعد كل ما الكلوك تيجي. الباتون ده يبقى انت عايز تعمل حاجه اسمها اسينكرونس كاونتر. انا ما دخلتش معاكم في يعني ايه سينكرونس كاونتر واسينكرونس كاونتر، انا وحدت كفايه الكاونتر الايه السنكرونس اللي موجود بره في الشوارع اخذنا بيشتغل ازاي. اسنكرونس يعني ايه؟ كل ما تضغط يجيب الضغطه اللي بعدها زي السبحه، ما ضغطتش ما يجيبش، ده بقى الاسنكرونس زي السبحه الالكترونيه دي. اوكي، بس انا مش هسالك فيها، انا هسالك في السنكرونس بس. ماشي يا شباب، اوقف التسجيل.